ايه يا جماعه نوع الانبوتس اللي انا بحتاج الفريكوانسي ريسبونس ميثود علشان اعمل له اناليسيس؟ نهار اسود. هي الناس سامعه اللي انا السؤال اللي انا بساله طيب ولا سامعه ولا مش سامعين؟ تاني احنا دلوقتي كنا بنتكلم، كنت قلت لكم المره اللي فاتت ان البوب بلوت ليه استخدامين، واحد فيهم هو الستريت فورورد واللي انتم بتشوفوه في فلترز، والتاني هو المهم بالنسبه لنا في الكنترول دلوقتي. كنا قلنا المره اللي فاتت ان في نوع معين من الانبوتس هو اللي ما اقدرش اتعامل معاه بسهوله بالكلاسيك كنترول ثيوريم، ولازم اتعامل معاه بالفريكوانسي ريسبونس ميثود سواء البوب بلوت او النايكوست. كان ايه بقى؟ ايه نوع الانبوت ده؟ هل ستيب ولا الرامب ولا ايه يا جماعه؟ طب بلاش من السيجنالز او الكوميونيكيشن او اي حاجه، ايه نوع السيجنال الموجوده في فريكوانسي واحده؟ الساينوسويدال. الحمد لله. اوكي احنا كنا اتكلمنا ان كل الانبوتس اللي هي الستيدي ستيب بتاعها واضح زي الستيب او الرامب او بارابوليك او اكسبوننشال بيديكي او بيجرو، اي حاجه الستيدي ستيب بتاعها انت عارف ان هو مثلا رقم معين او انفينيتي حتى بس تبقى عارفه، ده يصلح انك تتعامل معاه بالكلاسيك كنترول ثيوريم. لكن الساين دي الفاليو بتاعها از تي تنس تو انفينيتي بكام؟ ولا عمرك تقدر تعرف صح؟ هي بتقعد من ماينس 1 ل 1 كده على طول. وبالتالي كان مور كونفينينت ان احنا نتعامل معاها بما يسمى فريكونسي ريسبونس ميثود. كنا اتكلمنا عن طرق رسم اغلب الحاجات وفاضل حاجه واحده الكي. لو انا عندي في الجي اوف اس بتاعتي في كونستنت كان بيبقى في الماجنتيود 20 لوك كي، طبعا لو الكي دي اكبر من 1 هيبقى الكونستنت ده بوزيتيف، لو الكي اصغر من 1 هيبقى نيجاتيف. لو عندي 1 اوفر اس هيبقى شكلها ازاي؟ تمام. عندي السلوب الاول كام؟ السلوب ماينس 20 دي بي بير ديكيد، وعايزين نقطه مع السلوب اللي هو عند اوميجا بتساوي 1 راديانس بير سكند، الماجنتيود بيبقى كام؟ 0 دي بي. تمام. لا هو عامه هو مفيش ورا اصلا صح؟ هو انت لما بتاخد لوج انت كده كده بترسم الاوميجا على لوج سكيل صح؟ في لوج لحاجه نيجاتيف؟ مفيش. فانت الماينس انفينيتي عندك دي اكشلي هي اوميجا 0. تمام؟ فانت في البوب بلوت انت ما بترسمش غير اوميجا من 0 لانفينيتي. تمام؟ لما ناخد النايكوست ان شاء الله هنرسم النيجاتيف اوميجا معاها. وفي الفيز هيبقى دي شكلها ازاي؟ تبقى نيجاتيف 90 كونستنت على طول. طبعا لو اس فوق مش هكتبها بقى، بس هتبقى 20 دي بي بير ديكيد وبتمر بنفس النقطه، والفيز كام؟ بلس 90. تمام. الفيرست اوردر تيرمز من على 1 بلس اس على اوميجا نوت كان بيبقى شكلها ازاي؟ لو اوميجا نوت اهي بتبقى ثابت بزيرو لحد ما توصل لاوميجا نوت في الماجنتيود، وبعد كده بتنزل بسلوب كام؟ ماينس 20. وبالنسبه للفيز لو قلت ان دي 0.1 اوميجا نوت ودي 10 اوميجا نوت هيفضل الفيز زيرو لحد ما توصل ل 0.1 الكات اوف فريكونسي، وتنزل بسلوب كام من هنا؟ ماينس 45 لحد ما توصل ل 10 اوميجا نوت وتثبت، والفيز ده هيبقى كام؟ ماينس 90. تمام. طبعا كل حاجه العكس، السلوبس بوزيتيف والماينس 90 تبقى بلس 90 لو ده كان زيرو. الحاجه الوحيده اللي ما اتكلمناش عنها اخر مره هي الكوادراتيك تيرمز. لو انا عندي شكل زي ده 1 بلس 2 الكوادراتيك تيرم ده هو بنفس الشكل بالظبط اللي احنا خدناه في الترانزينت، مع فرق بس ان انا قسمت على اوميجا ان سكويرد فوق وتحت. تمام. ده ليه طرق كتير الابروكسيميشن بتاعه. شكل اكزاكت شفتوه مع الدكتور المفروض، الماجنتيود بيبقى شكله ازاي؟ طبعا الكلام ده اسيومنج ان الروتس دي كومبلكس صح؟ يعني اولا قبل اول ما تشوف كوادراتيك تيرم زي ده اول حاجه تجربها الاول تشوف الروتس بتاع ده ريل ولا كومبلكس. لو ريل هتعمل ايه؟ بالظبط. لو ريل انت هتفاكتورايز ده الاثنين تيرمز مضروبين في بعض وهترسمهم كانهم اثنين بولز عادي، بس طبعا احنا عاده مش هنجيبها لك كوادراتيك كده الا لو هم كومبلكس، يعني اللي هو الزيتا دي كام؟ اصغر من 1. تمام. المفروض ان انت لو انت عندك اوميجا ان دي هنا المفروض ان الشكل بيبقى وانت بتابروتش اوميجا ان من الشمال هتبقى زيرو، وهنا بتبقى نازل بسلوب كام؟ ماينس 40 دي بي بير ديكيد. والمفروض ان لو الزيتا اصغر من 1 فروت 2 المفروض كان في فينومينوم معينه بتحصل في الماجنتيود ريسبونس اللي هي ايه؟
البيكينج، ودي انتوا خدتوها المفروض في الفلترز كمان صح؟ المفروض من ساعتها يبقى شكل البيكينج بالمنظر ده، وبعد كده ينزل على الماينس 40، وفي فورمولا للبيك دي بكام، والاوميجا اللي عندها البيك دي بكام. البيك بتبقى 1 اوفر 2 زيتا روت اوميجا زيتا سكويرد، واوميجا بيك دي بتساوي اوميجا ان روت 1 ماينس 2 زيتا سكويرد. نعم؟ هو مجرد تعويض، يعني انت جبت الجي اوف اس اللي هي دي، تخيل انت جبت الماجنتيود وعملت له الديريفيتيف وسويته بزيرو، مش هتعرف تجيب النقطه دي فين؟ البيك دي موجوده فين؟ وموجوده عند اكس بكام؟ قصدي والفاليو بتاعها كام؟ تمام؟ فالحاجات دي كلها جت ماثيماتيكال، يعني دي مش محتاجه ان احنا نستفيد فيها يعني. مش هي الاوميجا ان قصدك دي؟ مالها؟ ماينس 20 قصدك ماينس 40. يبقى بالظبط ده الابروكسيميشن اللي احنا هنعمله. البيكينج نعم؟ يعني هي بالمنطق كده، مش هو في اثنين بولز صح؟ لما يبقى الاس اكبر بكتير من اوميجا ان هتعرف تهمل الترمين دول، وساعتها هيبقى عندك ايه؟ كانها 1 اوفر اس سكويرد صح؟ فهتنزل بستوب ماينس 40. كان ايه المشكلة؟ بالظبط ده اللي احنا هنعمله، بالظبط اللي احنا هنعمله ان البيكينج ده احنا مش هنرسمه خالص. تمام؟ وبالتالي الفاليو بتاع الزيتا ده ما يفرقش معاك في اي حاجه. انت هتبص على الكوادراتيك تيرم تشوف الرقم اللي هنا كام وتاخد الروت بتاعه، وهتعتبر كان عندك اثنين بولز عند اوميجا ان وخلاص. تمام؟ كان عندك الترمين كده 1 بلس اس على اوميجا ان دي سكويرد. هتتعامل مع دي كانها دي بالظبط على طول، بغض النظر بقى الفاليو بتاع الزيتا كام. وبالتالي دي هيبقى شكلها ازاي دلوقتي؟ اوميجا بي دي مش تبقى موجوده بقى، مش مهمه بالنسبه لي خالص. المهم بالنسبه لي هو اوميجا ان. هتفضل ماشي بزيرو لحد ما توصل لاوميجا ان دي وتنزل بسلوب كام؟ ماينس 40. تمام؟ وبالنسبه للفيز نفس الكلام بالظبط، هتتعامل بنفس الابروكسيميشن من اول 0.1 اوميجا ان لحد مثلا هنا 10 اوميجا ان. قبلها هيبقى فيز زيرو، بعدها تنزل بسلوب كام؟ مش ماينس 45 بقى المره دي، ماينس 90، لان هما اثنين بولز. لحد ما توصل ل 10 اوميجا ان وتساتل هنا عند فاليو كام؟ ماينس 180. انتوا شفتوا الشكل الاكزاكت بتاع دي برضه صح؟ شفتوا ان الزيتا المفروض كل ما تقل كل ما السلوب ده بيبقى ايه؟ بيبقى ستيب عن كده، المفروض عند اوميجا ان دايما السلوب هيبقى ماينس 90، دي عمرها ما تتغير. بس المفروض مع تغير الزيتا الشكل بيتغير ازاي؟ يعني كل ما الزيتا تقل تبقى حاجه كده مثلا او كده، لحد ما الزيتا تبقى بزيرو. لو الزيتا بزيرو هيبقى الفيز عامل كده لحد اوميجا ان بزيرو، وبعدين يقوم نازل مره واحده لماينس 180 ويكمل. وكل ده برده مش هنرسمه، مالناش علاقه بيه، احنا دايما هنرسم السلوب كام؟ الماينس 90 ديجريز بير داكت. تمام كده يا جماعه؟ في مشاكل؟ بالظبط، يعني الترم ده الاس انت مش هتبص عليه اساسا، كل اللي انت هتبص عليه هو الكوادراتيك ترم. تبص الاوميجا ان دي اوميجا ان سكوير، تاخد الروت ويبقى دي الكاتوف فريكوانسي، كان عندك اثنين بولز هنا وخلاص كده. حاضر ماشي. هو طبعا كده كده عشان الرسومات، يعني لما نيجي نكتب حاجه ورث وايل يعني كده خلاص اكبر ماشي. دلوقتي الحاجه المهمه بالنسبه لنا بقى هي الاستخدام الثاني للبوب بلوت، اللي هو ريليفنت اكتر بالنسبه لنا ككنترول عن ان انا مجرد بدخل ساينوسويدال واشوف بيتعمل لها ماجنتيود جين كام مثلا وفيس شيفت كام، اللي هي البود ستابيليتي كريتيريا. لا علي صوتك يا روان. دي تاني الفيز. اوكي دلوقتي تخيلي انت ان ده كوادراتيك تيرم خلاص، وتخيل ان انت عندك اثنين بولز موجودين عند الفريكونسي اللي هي اوميجا ان دي، هتتصرفي ازاي؟ كل واحد فيهم هيجي عند بوينت 1 من اوميجا ان ويديك سلوب ماينس 45 صح ولا غلط؟ وبعد كده لحد ما توصلي ل 10 اوميجا ان ويبقى ماينس 90 صح؟ دلوقتي عندك اثنين، فايه اللي هيحصل؟ السلوب هنا كان فيه ماينس 45 جاي من اول واحد وماينس 45 جاي من الثاني. تمام؟ فهيبقى السلوب كام؟
ماينس 90 تمام. وبعد كده في الاخر خالص هيثبت عند كام؟ 180. اوكي بص يا شباب، الكلاسيك كنترول ثيوري المفروض نظريا انها كفايه ان انت تعمل اناليسيس لاي سيستم. الكلاسيك كنترول ثيوري دي اللي هي ايه؟ انتوا خدتوا مع دكتور حنان الستيدي ستيت بالستاتيك ايرور كوفيشنتس، الترانزنت ريسبونس وكل الستيب ريسبونسز اللي انتوا خدتوها، والراوت ستابيلتي كريتيريان اللي انتوا واخدينها من ايام السيستمز. المفروض ان الثلاث حاجات دي تبقى كفايه تماما انك تعمل اناليسيس لاي سيستم في الدنيا. ايه المشكله اللي حصلت خلتنا نحتاج ان احنا نعمل حاجه ثانيه اصلا؟ المشكله هي ان انت الكلاسيك كنترول ثيوري في حاجات بتعتمد فيها على الاوبن لوب ترانسفير فانكشن وحاجات ثانيه بتعتمد على الكلوز لوب، صح ولا غلط؟ ايه الحاجه اللي في الكلاسيك كنترول ثيوري بنجيبها من الاوبن لوب ترانسفير فانكشن؟ الستيدي ستيت ستاتيك ايرور كوفيشنز بنجيبها من الاوبن لوب، والحاجتين التانيين اللي هم الراوت ستابيليتي والترانزنت ريسبونس بنجيبهم من ايه؟ من الكلوز لوب. الكلوز لوب دي موضوعها رخم جدا. ليه؟ لان انت عاده في اي براكتيكال سيستم الاوبن لوب بولز وزيروز بتبقى واضحه وبتجي لك كان الجي اوف اس والاتش اوف اس بتبقى فاكتورايزد قدامك. يعني مثلا لو انت تخيلت ان الجي اوف اس دي الكتريكال سيستم مثلا، لو مثلا خلينا نفترض ان هو في كاسكيد من الار والسي مثلا، هتبقى شايف بعينك كل بول موجود فين. البول الاولاني موجود من الار دي مع السي دي، والبول الثاني من الار دي مع السي دي، وهكذا. وبالتالي دي ما بتجيلكش في صوره بولينوميال وانت بتعمل له فاكتورايزيشن، هي بتجيلك لوحدها ايه؟ فاكتورايزد، وبتبقى شايف بوضوح مكان البولز فين واماكن الزيروز فين. تمام لحد دلوقتي في مشاكل؟ طيب بالنسبه للكلوز لوب، لما تيجي تعمل 1 بلس جي اتش بس ايكوال 0 بتضطر تعمل ايه؟ حتى لو دي كانت مفكوكه انت بتضطر ان انت ايه؟ بتضطر ان انت تضرب البراكتس في بعض عشان تجمع عليهم ال1 ده، وبعد كده البولينوميال اللي يطلع تحاول تعمل له ايه؟ فاكتورايزيشن عشان تشوف اماكن الكلوز لوب بولز فين والكلوز لوب زيروز فين، صح ولا غلط؟ فالموضوع ده رخم. لو سيستم هاير اوردر هيبقى الموضوع ماثيماتيكلي مقرف جدا ان انت تحاول تجيب اماكن الكلوز لوب بولز والزيروز. حتى في الراوث ما بنجيبهمش، احنا كل ما بنجيبه بنجيب كام في كام واحد في رايت هاف بلين، وما بنعرفش هم فين، ولا اللي في اللفت هاف بلين بنعرف هم فين. وبالتالي عندنا انسنتيف ان احنا نحاول نعمل اناليسيس للسيستم كله بشكل ما عن طريق الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بس. نفسنا نخترع طريقه كرييتيف كده بعيده عن الكلاسيك كنترول ثيوري، تخلينا نعمل اناليسيس للترانزنت ريسبونس والاستابيليتي من خلال الجي اتش اوف اس بس. ده البيربز اللي علشانه اخترعوا البوت ستابيليتي كريتيريان والنايكو ستابيليتي كريتيريان والروت لوكاس ميثود. كل الميثودز بره الكلاسيك كنترول ثيوري اتعملت علشان الغرض ده. وبالتالي هم ما بيتكلموش كتير في الستيدي ستيت. ليه؟ لان الستيدي ستيت اوريدي في الكلاسيك ثيوري بتيجي منين؟ من الاوبن لوب، مش محتاجين يجودوا فيها. من هنا جه بود وقال لك الاتي. اسم البوب لوب بتاعي نرسم الماجنتيود بتاع الاوبن لوب، تمام، الماجنتيود اللي بنرسمه في البوت ستابيليتي كريتيريان بتاع جي اتش اوف اس. خلينا نرسم اي حاجه جينيريك دلوقتي كده مثلا، اي حاجه. والفيز خلينا نتخيل مثلا ان هو بدا كده بعدين كده. ده الفيز بتاع جي اتش اوف اس. بود قال ايه؟ قال لك شوف الفريكونسي اللي عندها الماجنتيود بينزل لكام؟ ل 0 دي بي. الفريكونسي دي سميها الجين كروس اوفر فريكونسي. احنا خلاص احنا شفنا من المره اللي فاتت انت عايز تجيب اي نقطه على الدايجرام بتجيبها ازاي؟ من ايكويشنز الستريت لاينز بتاعت الكيرف. وبعد ما تجيب الفريكونسي دي من الماجنتيود انزل في الفيز وشوف بتديك فيز كام. ده الفيز بتاع جي اتش اوف اس عند اوميجا جي سي. لو الفيز ده كان نزل تحت الماينس 180 يبقى السيستم ماله؟ انستيبل. لو ما كانش لسه وصل للماينس 180، كان مثلا ماينس 160 150، يبقى السيستم ماله؟ ستيبل. دي اول رول هو حطها. تاني رول قال لك برضه تعالى على الفيز دايجرام وشوف الفريكونسي اللي عندها الفيز بيوصل لماينس 180. تمام؟ والفريكونسي دي هنسميها ايه؟ الفيز كروس اوفر فريكونسي. بعد ما تجيب الفريكونسي دي من هنا تطلع في الماجنتيود وتشوف الماجنتيود ده بكام؟ عند اوميجا بي سي. لو الماجنتيود اللي لقيته عند الفيز كروس اوفر فريكونسي دي كان اكبر من 0 دي بي
زي الكيس اللي انا رسمها يبقى السيستم انستابل. لو كان الماجنتيود هنا اقل من 0 دي بي، يعني مثلا الدياجرام كان كده مش لفوق زي ما انا رسمه، ولقيت الماجنتيود هنا بماينس حاجه، يبقى السيستم ماله؟ ستيبل. في مشاكل في فهم الحته دي يا جماعه؟ في حد مش تاني بالراحه. لو انا دلوقتي يعني في اثنين كراتيريا مختلفين دلوقتي، انا جيت عند الجين كروس اوفر فريكونسي دي، لقيت الفريكونسي اللي الماجنتيود عندها بيكروس 0 دي بي. اوكي؟ ونزلت عند الفريكونسي دي وشفت الفيز بكام. لو لقيت الفيز نزل عن الماينس 180 يبقى انستيبل. لو ما نزلش عن الماينس 180 كان مثلا ماينس 150 ماينس 160 ايا كان، يبقى السيستم ستيبل. والكراتيريا الثانيه ان احنا هنيجي نبص الفيز ماينس 180 بيحصل عند فريكونسي كام؟ هاجي من هنا الفيز والفريكونسي دي هسميها الفيز كروس اوفر فريكونسي. بعد ما اجيب الفريكونسي دي هطلع في الماجنتيود واشوف عند الفريكونسي دي الماجنتيود بكام. لو طلع اكبر من 0 دي بي يبقى السيستم انستيبل، لو طلع اقل من 0 دي بي يبقى السيستم ماله؟ ستيبل. لحد دلوقتي احنا بنتكلم ابسولوت ستابيليتي. خدتوا الفرق يا جماعه بين ابسولوت ستابيليتي وريلاتيف ستابيليتي؟ ابسولوت ستابيليتي يعني لو بنتكلم من راوت ستابيليتي كريتيريوم مثلا، دي بتحسب لك ابسولوت ستابيليتي. بمعنى ايه؟ بتقول لك يا سيستم ستيبل يا انستيبل. ايه الفرق بين السيستم الستيبل والانستيبل؟ السيستم الانستيبل بتبقى الكلوز لوب كاركترستيك ايكويشن فيها بولز في الرايت هاف بلين، وستيبل كل البولز موجوده فين؟ في الليفت هاف بلين. لكن ساعات حتى لو سيستم الراوت ستابيليتي طلعته ستيبل، ده مش معناه ان البرفورمانس بتاعه هيبقى بليزنت بالنسبه لك. خلينا نتخيل سيستم زي ده. انت مثلا دخلت له ستيب زي دي ولقيت ان الاوتبوت شكله عامل كده. ده مثلا سيستم الزيتا بتاعته في كلوز لوب كانت مثلا بتساوي 0.01. طبعا واضح انها حاجه قليله جدا صح؟ فنتج عنها ايه؟ اولا اوفر شوت كبير، وثانيا الرينجنج والاوسيليشن ده هياخد ايه؟ هياخد وقت طويل لان السيتلنج تايم هيبقى كبير. السيستم ده لو انت عملت له راوت ستابيلتي هيطلع ستيبل، مش الاكسبوننشال هو عمال بيديكي ايفينشولي هيوصل للستيدي ستيت. لكن هل ده معناه ان انت تقدر تعتمد على السيستم ده؟ اولا طبعا كترانزيت بيرفورمانس هو سيء جدا، ثانيا هو على بعد خطوه بسيطه جدا من ان هو يبقى ايه؟ ان هو يبقى انستيبل. فالسيستم ده احنا ما بنحبوش، ومن هنا جه كونسبت الريلاتيف ستابيلتي. ان انت عايز تشوف مش بس انت ستيبل ولا لا، انت كمان عايز تشوف انت قد ايه بعيد عن ان انت تبقى انستيبل. من هنا جه كونسبت الفيز مارجن والجيم مارجن. الفيز مارجن بيتحسب ازاي؟ ان انت 180 بلس الفيز بتاع جي اتش اوف اس عند الجين كروس اوفر فريكونسي. وبالتالي امتى السيستم هيبقى ستيبل وامتى السيستم هيبقى انستيبل بالنسبه للفيز مارجن؟ احنا اتفقنا ان عند الجين كروس اوفر فريكونسي لو الفيز ما كانش لسه وصل لماينس 180 يبقى السيستم ستيبل، صح ولا غلط؟ ساعتها ايه اللي هيحصل في الفيز مارجن؟ لو دي ما وصلتش لماينس 180 كانت مثلا ماينس 100 ماينس 120، ساعتها لما تجمع عليها 180 هتبقى كام؟ هتبقى رقم بوزيتيف صح؟ تمام. فلو لو الفيز مارجن بوزيتيف يبقى السيستم ماله؟ ستيبل. وبالعكس لو كنت انا عديت هنا الماينس 180 ماينس 200 او ايا كان هيبقى الفيز مارجن نيجاتيف، وفي الكيس دي السيستم يبقى ايه؟ يبقى انستيبل. تمام كده لحد دلوقتي؟ وكونسبت الجيم مارجن هو ان انت تجيب النيجاتيف بتاع الماجنتيود عند الفيز كروس اوفر فريكونسي. يعني في كيس زي دي لو انا الفيز كان ماينس 180 هنا عند الفريكونسي اللي هي فيز كروس اوفر، وطلعت هنا لقيت الماجنتيود اكبر من 0 دي بي، ساعتها ايه اللي هيحصل للجيم مارجن؟ لو الماجنتيود اكبر من 0 هتحط هنا حاجه بوزيتيف صح؟ فهيبقى هتضرب هنا في نيجاتيف فيبقى ايه؟ الجيم مارجن نيجاتيف، ساعتها السيستم انستيبل. طيب لو كان الماجنتيود زي الكيس الدوتد دي كان اصغر من 0 دي بي، هتحط رقم نيجاتيف هنا فهيبقى نيجاتيف النيجاتيف بايه؟ ببوزيتيف. وبالتالي الفيز مارجن والجيم مارجن الكونديشن بتاعهم شبه بعض، لو بوزيتيف يبقى السيستم ستيبل، لو نيجاتيف يبقى السيستم ماله؟ انستيبل. وفي نفس الوقت دلوقتي انت بقيت تقدر تشوف بوضوح السيستم قد ايه بعيد عن الانستابيليتي. يعني مثلا لو انت طلعت الفيز عند الجين كروس اوفر فريكونسي مش ما وصلش لسه لماينس 180 بس مثلا ماينس 175، دي حاجه قريبه جدا من ان هو بقى انستيبل صح ولا غلط؟ وبالتالي الفيز مارجن هيطلع لك كام؟ 5 ديجريز، دي ولا حاجه صح ولا غلط؟ وبالتالي ده سيستم انت ما تأملوش. فاحنا عاده بنحتاج فيز مارجن مثلا 40 50 60 ديجري، ده اللي هو نضمن بيه ان السيستم ستيبل كويس وفي نفس الوقت الترانزيت ريسبونس بتاعته كويسه. الفيز مارجن ليها علاقه بالزيتا بتاعت الكلوز لوب سيستم
ان هي بتساوي الفيز مارجن على 100. بمعنى ايه؟ ان لو انت عند رسمت الاوبن لوب ترانسفير فانكشن رسمت لها بوب بلوت وجبت الفيز مارجن بتاع السيستم، ساعتها لو قسمت الفيز مارجن ده على 100 هيطلع لك الزيتا بتاعت الكلوز لوب دومينانت بولز. شوف الكلوز لوب بولز دي اللي احنا ما جبناهاش ولا عرفناها صح، وممكن اصلا السيستم ده يبقى فيرست اوردر او سيكست اوردر، ده بيوفر عليك الدنيا كلها. انت دلوقتي من غير ما تجيب الكلوز لوب كاركترستيك ايكويشن وتقعد تعمل لها فاكتورايزيشن عشان تشوف في الدومينانت بولز فين والزيتا بتاعتها كام، ده على طول بيقول لك الكلوز لوب بتاعت الدومينانت كومبلكس بولز في الكاركترستيك ايكويشن على طول الزيتا بتاعتهم كذا. وصلت الحته دي يا جماعه؟ القانون ده فاليد للرينج فيز مارجن من 0 ل 60 ديجري بس. اشمعنى الرينج ده؟ لان ده ابروكسيميشن. هو في الحقيقه لو انت رسمت الزيتا الكلوز لوب بتاعه الدوميننت بولز فيرس الفيز مارجن هتلاقي شكل عامل كده، تمام؟ ففي حته في الاول كده الكيرف فيها شكله لينير، تعرف تعمل فيها الابروكسيميشن ده. بعد كده عشان تعوض بقى هنا تشوف الزيتا دي بتقابل فيز مارجن كام، دي لها قانون معقد كده كان فيه روت جوه روت وكده، كان دكتور رفقي بيديه قبل كده بس دكتور ابو سعود مش حاطه في السلايدز بتاعته، فان شاء الله مش هيجي فيز مارجن اكبر من 60 باذن الله. لحد دلوقتي يا جماعه في مشاكل؟ مظبوط تمام مظبوط بالظبط. الفرق هنا ان انت محتاج تلمس الكلوز لوب خالص صح؟ يعني انت المفروض تخيل مثلا السيستم ده كان فيفث اوردر تمام؟ فانت ممكن يكون عندك بول واحد ريل مثلا واربعه بولز اثنين كومبلكس بيرز صح ولا غلط؟ تمام؟ فانت عشان تعمل فاكتورايزيشن لفيفث اوردر دي ماساه، ده رقم واحد. رقم اثنين بعد كده هتحتاج تشوف الكومبلكس بيرز دول مين فيهم دوميننت عن الثاني؟ مين الريل بارت بتاعه اقرب للاوريجن؟ تمام؟ وبعد كده تشوف ده الزيتا بتاعته كام؟ هل انت هتعرف تمشي في الماده كله؟ مش هتعرف، رخمه صح؟ لكن ده بيختصر عليك الموضوع، بيقول لك ايه؟ من غير ما تلمس الكلوز لوب كاركترستيك ايكويشن خالص، تعالى في الاوبن لوب ترانس فانكشن ارسم لها بوب بلوت، وبعد ما تجيب الفيز مارجن اقسمه على 100، وده اللي هيطلع لك الزيتا بتاعت الدوميننت بولز بتاعت الكلوز لوب. نعم؟ لا ماشي، بس البولز اللي معاك هي بتاعت الاوبن لوب مش بتاعت الكلوز لوب صح؟ احنا اتفقنا ان البولز بتاعت الاوبن لوب اللي هي جي في اتش بتبقى واضحه قدامك صح؟ يعني هي اوتوماتيك، يعني حتى ده فيزيكالي مش مجرد في نوعيه المسائل اللي احنا بنجيبها، فعليا في الحقيقه بتبقى جي اوف اس فعلا انت بتبقى شايفها فاكتورايزد، ولو انت حبيت تفك الاقواس بقى وتضربهم في بعض انت حر. لكن الكلوز لوب كاركترستيك ايكويشن غصب عنك بتبقى سيريز اوف سيريز برونوميال، وانت بتضطر ان انت تحاول تفكتورايزها بايدك. هو ده الفرق، فاهم؟ تمام كده يا جماعه؟ في حد عنده مشاكل؟ تمام. وانا بعد ما اجيب السيكا دي اجيب بقى البول او اعرف البول نفسه السيكا والبول كان اللي هو انا اصلا شغال عليها، فكده اجيب البول نفسه يعني؟ تقدر طبعا، اه، بس يعني هو عاده احنا مش هنوصل للدرجه دي. هو يا دوب مثلا لو الدكتور طلب منك انك تعمل السيستم مثلا بحيث انه يجيب اوفر شوت معين. الاوفر شوت يا جماعه فاكرين فانكشن في زيتا ازاي؟ اي بار ماينس زيتا باي على ايه؟ على روت ماينس زيتا سكوير. فدلوقتي انت بقيت تعرف تديزاين السيستم مثلا ان هو يديك اوفر شوت معين من غير ما انت تجيب الكلوز لوب بولز خالص صح؟ انت دلوقتي خلاص تقدر الاوفر شوت دي تجيب منها انت محتاج زيتا كام، والزيتا دي انت عارف انها بتاعت الكلوز لوب بتاعت الدوميننت بولز صح ولا غلط؟ دي تجيب منها الفيز مارجن بتاع الاوبن لوب والديزاين السيستم في الاوبن لوب على ان هو يجيب لك الايه؟ الفيز مارجن ده. بالظبط. لحد دلوقتي في مشاكل يا جماعه؟ تمام. الكلام ده كله جه منين بقى؟ في طريقتين لشرح الموضوع ده، في طريقة صح وهي طريقة الماثيماتيكال، وفي طريقة غلط بس هتقنعكوا. تمام؟ أنا هشرح الطريقة الغلط لأن هي شائعة جدا، وحتى في كتب بتستخدمها وفي دكاترة بيستخدموها، علشان الدكاترة يعني حتى اللي عارف منهم المعلومة بيستسهل وبيقول لك ما كده 95% من الطلبة دول الأندرجرادز مش هتخصصوا لا كنترول ولا إلكترونكس، هنمشيها لهم بالطريقة اللي تفهمهم وخلاص. تمام؟ فالكلام اللي انا هقوله دلوقتي انت هتسمعوه بعدين اكتر من مره، فعشان كده لازم اقوله واقول لكم هو فين الغلط فيه. بصوا كده معايا يا شباب. دلوقتي خلينا نفترض ان السيستم الفيدباك ده انا دخلت عليه ساينوسويدال انبوت زي ده. ساينوسويدال انبوت مثلا الامبليتيود بتاعه 1. انيشيالي ما كانش فيه اوتبوت، صح ولا غلط؟
فالسيجنال دي كانت بزيرو، انا لسه بقوم السيستم، كنتش دخلت على انبوت قبل كده. فدلوقتي لما ده هيطرح منه زيرو هيطلع هنا زي ما هو. في مشاكل لحد دلوقتي؟ تمام. بعد ما ده يوصل لهنا الساين دي هتضرب الاول في جي اوف اس تطلع الاوتبوت، وبعد كده الاوتبوت ده هيتضرب في الاتش اوف اس يطلع ايه؟ السيجنال اللي بتطرح هنا، صح ولا غلط؟ تمام. فمثلا لو فرضت ان انا لسه في فريكونسي قليله، خلينا نتخيل مثلا ان الماجنتيود ده كان ب 1 او بلاش 1 10 مثلا، والفيز كان او بلاش خليها ال 1 كويس، والفيز كان ب 0 مثلا، فهنا هيرجع لك ال 1 دي زي ما هي. في مشكله لحد دلوقتي؟ اوكي. وهيطرحوا من بعض، لما يطرحوا هيدوك 0 تقريبا، على حسب بقى الجين ده كان بكام بالظبط. حلو. دلوقتي خلينا نتخيل بقى ان انت عليت الفريكونسي لحد ما وصلت للفريكونسي كان الفيز عندها ماينس 180، الفيز بتاع جي اتش اوف اس. ايه اللي هيحصل ساعتها؟ السيجنال اللي دخلت دي بالظبط بعد ما يحصل لها فيز شيفت هنا ماينس 180 هتيجي كده. صح ولا غلط؟ لما يجوا دول يطرحوا ايه اللي هيحصل؟ ماينس ماينس، فهيتجمعوا ايه؟ فوق بعض. تمام كده؟ اوكي. لو الماجنتيود عند الفريكونسي دي كان اقل من 1 ايه اللي هيحصل؟ يعني خلينا نتخيل ان الماجنتيود ده مثلا كان 0.1. ساعتها هيحصل ايه؟ دلوقتي انت ال1 ده دخلته، في الاول عدى 1 زي ما هو. اتضرب هنا في 0.1 واتعمل له فيز شيفت ماينس 180. ساعتها هيجي لك هنا ايه؟ بامبليتيود 0.1. صح ولا غلط؟ تمام. فلما ده يتجمع على ده هيديك كام هنا؟ 1.1. ال1.1 دي هتتضرب هنا في 0.1 هتبقى كام؟ 0.11. هتيجي هنا تتجمع على ال1 هتبقى كام؟ 0.1111 وهكذا. هل عمري هوصل لانفينيتي؟ ايفينشولي الاوسيليشن اللي هنا ده هيموت، لكن تخيل بقى لو كان الماجنتيود هنا اكبر من 1 ايه اللي هيحصل؟ لو كان مثلا 10، دلوقتي الواحد دي عدت هنا ضربت في 10 بقى عندي هنا ماينس 10 وهتتجمع على الواحد فهتبقى 11 تتضرب في 10 فتبقى 110 وتتجمع وهكذا. واضح انها ايه؟ الاوسيليشن ده هيقعد يكبر لحد ما يوصل لانفينيتي. تمام كده؟ وبالتالي الكونديشن اللي يخلي الاوسيليشن ما يقومش هو ايه؟ ان الفريكونسي اللي عندها الفيز ماينس 180 يكون الماجنتيود ايه؟ اقل من 1 او اقل من 0 دي بي. وصلت الحته دي يا جماعه؟ في حد ما فهمش اللي انا شرحته دلوقتي؟ هي عمرها ما توصل انفينيتي. يعني تخيل ان انت عندك جيومتريك سيريز بتكونفيرج، يعني انا دلوقتي ال1 زي ما قلت لك دلوقتي جمعت عليها ايه؟ جمعت عليها الاول 0.1 فبقت 1.1، وبعد كده جمعت عليها 0.11 فبقت 1.11، وبعد كده هتبقى 1.111 وهكذا. هل دي عمرها هتوصل لانفينيتي؟ مظبوط. بالظبط. اه عمال يزيد بس عمره ما يوصل لانفينيتي. يعني انا لو قلت لك ان الامبليتيود ده هنا كان 1 وبعد كده بقى 1.1 وبعد كده بقى 1.11 وبعد كده مثلا خلينا نتخيل ان هو بقى 1.111، انت حاسس ان الزياده دي ممكن توصله للانفينيتي ات سام بوينت؟ عمرها ما هتوصله، صح؟ لكن لما كان الماجنتيود اكبر من 1 كان واضح جدا انها هتدايفرج وتوصل للانفينيتي. تمام؟ زي حتى انت لو ممكن تفتكر من الماثماتكس من الجيومتريك سيريز، الجيومتريك سيريز لو الار بتاعتها الفاكتور اللي انت بتضرب فيه كان اصغر من 1 كان مجموع الجيومتريك سيريز دي لحد انفينيتي ما كانش بيوصل لانفينيتي، صح؟ لكن لو الار دي كانت اكبر من 1 كان مجموع الجيومتريك سيريز بيوصل لانفينيتي. هي نفس الفكره هنا. تمام كده؟ تمام. حد هيجي يقول ايه؟ طيب خلينا نفترض جدلا ان انا اكتشفت ان في فريكونسي هنا في الجي اتش اوف اس الفيز بتاعها كان ماينس 180 والماجنتيود كان اكبر من 1. تمام؟ فانا لو دخلت انبوت عند الفريكونسي دي هقوم اوسيليشن مش هينتهي، صح ولا غلط؟ تمام؟ حلو. حد هيقول لك طب انا مش هدخل انبوت عند الفريكونسي دي، خلاص انا حليت المشكله. هدخل كل الفريكونسي بتاعتي الانبوتس في رينج فريكونسي اقل مثلا هنا وخلاص. ده يترد عليه يتقال له ايه؟ لا هو عمر ما اللينير سيستم هيغير الفريكونسي دي، احنا متفقين عليها صح؟ يعني هو حتى لو الفيز شيفت ما كانش ماينس 180 بالظبط ايه اللي هيحصل؟ يعني تخيل ان الفيز شيفت ده كان ماينس 160 مثلا. تمام؟ فهنا هيجمعوا بس بفرق في الفيز شويه. تمام؟ وهيتعمل له هنا فيز شيفت 20 ثانيه عن ده وبعدين 20 ثالثه عن ده وهكذا. ايفينشولي
هتيجي بعد وقت وهتلاقي نفسك بتجمع حاجه ان فيز وبعد كده تجمع حاجه اوت اوف فيز تاني وهكذا هتراوند اب لزيرو. هي المشكله في الفريكوانسي اللي عندها الفيز ماينس 180 بالظبط. المهم اجابه السؤال ده ببساطه جدا هي ان انت حتى لو انت ما دخلتش انبوت عند الفريكوانسي اللي ممكن يقوم عندها اوسيليشن فالسيستم اوتوماتيك ناتشرالي عنده انبوت عند كل الفريكوانسيز اللي هو ايه النويز صح. انت لما خدتوا الاوسيليتور سيركتس مع دكتور محمد يوسف كان بيبقى فيه انبوت اصلا ما بقاش فيه انبوت هي سيستم لوحده بيبيك اب النويز اللي موجوده ويقعد يامبليفاي فيها لحد ما توصل لايه انها تبقى ريل تو ريل او تبقى ساينسويدال كبير او سكوير ويف كبيره ايا كان نوع الاوسيليتور. فهي دي الفكره بالظبط اي نويز في السيستم غصب عنك موجوده عند كل الفريكوانسيز وبالتالي حتى لو هي بدات مثلا لو كان الكتريكال سيستم والنويز دي بدات بالنانو فولت هتقعد ايه تكبر. اقتنعت بالموضوع ده غلط. المشكله في الثيرم دي ايه للاسف يعني دي اللي كان عملها باركهاوزن تمام. انتوا سمعتوا اسم باركهاوزن ده صح؟ هو اللي عامل باركهاوزن كريتيريا فور اوسيليشنز اللي انتوا خدتوها مع دكتور محمد يوسف لما كان بيقول لكم احنا عايزين الفيز بتاع اللوب بتاع جي اتش او كنتوا مسمينها بيتا ايه وقتها يساوي 360 بقى مش 180. 360 دي جت منين؟ ال 180 بتاعت الجي في اتش والنيجاتيف بتاع ايه؟ بتاع الفيدباك وان الماجنتيود يبقى اكبر من 1 صح؟ ده كان الكونديشن اللي كنتوا بتحاولوا تحققوه في الاوسيليتورز فاكرين؟ طبعا احنا دلوقتي ماشي اللي مش فاكر مش مشكله اديني بفكر. دلوقتي طبعا احنا مش عايزين السيستم يبقى اوسيليتور صح؟ فاحنا بنحاول ما نحققش الكونديشن ده. الحقيقه ان الكونديشن ده هو مش صح غير في كيس واحده ان السيستم ما فيهوش غير بولز والبولز كلها في الليفت اب بلين يعني الماجنتيود والفيز زي ما انا لازمهم دلوقتي كده عمالين بينزلوا بس عمرهم ما هيطلعوا تاني. ومن ناحيه الفيزيكال ايه الغلط في الفيجواليزيشن اللي احنا عملناه ده؟ احنا اللي في قلناه دلوقتي بنأسيوم ان انت بعد ما طرحت الفيدباك سيجنال من الانبوت السيجنال اللي طلعت هنا فصلت الفيدباك وبعدين استنيت اما دي عدت من الجي في اتش وبعدين خدت سامبل تاني من هنا قفلت الفيدباك تاني وطرحتهم وبعد كده فتحت الفيدباك تاني لحد ما دي خلصت وهكذا. فده اللي احنا شرحنا ان هو بيحصل هنا هو في الحقيقه ما بيحصلش. لو جيتوا على اي سيميليتور او كده وحاولت ترسموا فيدباك لوب زي دي سيميلينك او كيدنس او مالتي سيم او ايا كان هتلاقي الكلام ده ما بيحصلش زي ما احنا قلناه. فبس طريقه الفيجواليزيشن دي عشان مقنعه للاسف كانت زي الوباء في الكنترول اندستري. فهو باركهاوزن كان غلط والصح بقى اللي عمله بود هو كان بيورلي ماثيماتيكال. انا ليه قلت ان لما الفيز مارجن ده يبقى بوزيتيف والجيم مارجن بوزيتيف السيستم يبقى ستيبل؟ هو بمنتهى البساطه بود مشي ماث. قال انا دلوقتي عايز اشوف ايه الكونديشن اللي لو اتحقق عند في البوب بلوب بتاعي في الاوبن لوب هيتسبب في ان الكاركترستيك ايكويشن يبقى فيها بولز في رايت اوف بلين. قعد يشتغل بيها ماث كده لحد ما وصل للكونديشن ده. انا لو لقيت ان الماجنتيود ريسبونس بتاعتي بتكروس الزيرو دي بي عند فريكونسي الفيز عندها نزل تحت الماينس 180 هيطلع لي هنا في الكاركترستيك ايكويشن بالماث بولز في رايت اوف بلين. دي الطريقه اللي هو مشي بيها تمام؟ ودي الطريقه الصح. طب هتفرق في ايه؟ انت ممكن دلوقتي تحس ان الاثنين هيطلعوا لك نفس الكونكلوجنز. يعني السيستم اللي هيطلع لك انستيبل من هنا هو اللي هيطلع انستيبل برده من رؤيه بود. ايه الفرق هيطلع فين؟ هيطلع في سيستم زي ده. خلينا نرسمه هنا. لو انا عندي سيستم ولا بلاش هنا خلينا هنا. عندي سيستم مثلا الماجنتيود ريسبونس بتاعته مثلا حاجه عامله كده والفيز ريسبونس حاجه عامله كده. ودي مثلا الماينس 180. دلوقتي انت لو عندك الجين كروس اوفر هتلاقي فيز مارجن كويس صح ولا غلط؟ ومع ذلك الجيم مارجن ايه؟ الجيم مارجن نيجاتيف صح؟ لان في اثنين فريكونسيز بكروس فيهم الماينس 180 والاثنين فريكونسيز دول عندهم الماجنتيود بكام؟ اكبر من 0 دي بي. طيب لما الفيز مارجن يبقى بوزيتيف والجيم مارجن يبقى نيجاتيف السيستم ده ستيبل ولا انستيبل؟ لو انت فكرت فيها بالرؤيه دي هتقول السيستم انستيبل صح؟ انا عندي فريكونسي اهي الفيز عندها ماينس 180 والماجنتيود كان اكبر من 0 دي بي وبالتالي ممكن اوسيليشن يقوم عند الفريكونسي دي. ومع ذلك لو انت جيت تعمل للسيستم لو جبت له كلوز لوب كاركترستيك ايكويشن وعملت له راوت ستابيليتي كرايتيريان السيستم ده هيطلع ستيبل. الراوت ستابيليتي كرايتيريان يا جماعه هي الحاجه اللي لو اتكلمت في الاستابيليتي مفيش حد من حقه يتكلم بعدها تمام. هي والنايكوس كرايتيريان ان شاء الله لما تاخدوها. وبالتالي اوجاتا بيقول وناس كتير بتقول ان لازم الفيز مارجن والجيم مارجن الاثنين يبقوا بوزيتيف عشان السيستم يبقى ستيبل. لو واحد فيهم بوزيتيف والثاني نيجاتيف هنقول ايه؟ هنقول السيستم انستيبل. الحقيقه مش كده. الحقيقه ان الفيز مارجن هو الحاجه الوحيده اللي بتحدد الاستابيليتي والجيم مارجن حتى لو نيجاتيف ممكن السيستم يبقى ستيبل عادي. ولكن طبعا احنا عشان ماشيين على اوجاتا يبقى هنمشي ازاي؟ هنمشي ان لازم الاثنين يبقوا بوزيتيف.
وفي كل الحالات عشان اطمنكم احنا عاده ما بنملش ان احنا نجيب الكيسز الجدليه دي في امتحانات. اي سيستم هيجي لكم ان شاء الله هيبقى يا اما الاثنين بوزيتيف يا اما الاثنين ايه نيجاتيف، فما تقلقوش من الموضوع ده. في حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ لا، هو في الحقيقه لو احنا بنتكلم الصح، الصح هو ان الفيز مارجن هو الحاجه الوحيده اللي بتحدد اصلا. الجيم مارجن ده يعني هو مجرد فيجر اوف ميريت كده، يعني ممكن يفيدك في ريليتيف ستابيليتي، والديفينيشن بتاعه اصلا ما كانش كده. يعني هو الديفينيشن كان حاجه بالكلام اللي هو المينيمم جين اللي يخلي السيستم يغير الستيب بتاعه، وبعد كده جه باركهاوزن اخترع الفورمولا دي وقال لك لو الجيم مارجن نيجاتيف يبقى السيستم انستابل. بس هو بول اصلا ما كانش قايل كده. يعني هو المفروض ان الفيز مارجن هو الحاجه الوحيده اللي بتحدد لك الستابيليتي، بس طبعا مش ده اللي هنمشي عليه زي ما بقول لك. تمام، اوكي، خلونا نشوف بقى اهم حاجه النهارده في السكشن. الساعه كام؟ كويس، ماشي، اللي هي حل المسائل. خطوات المسائل هتبقى ازاي؟ طبعا انا ما عنديش اي فكره دكتور ابو سعود هيجيب مسائل نوعها ايه، بس انا خدت الشيت من يعني اخترنا انا وهو مسائل من اوجاتا، هبعتها لكم النهارده غالبا ان شاء الله. وللاسف الثلاثه كاسن اللي فاتت ما لحقتش ان انا ادي زمايلكم فرصه يحلوا بايديهم، وغالبا برده السكشن هيخلص يا دوب على المساله اللي احنا هنحلها مع بعض. فانا اتمنى يا جماعه ان انا اول ما ابعت لكم الشيت ان شاء الله تحلوا بايديكم كتير، لان البوب بلوب بالذات ما ينفعش تخش الامتحان وانت حاسس ان انت عارفه كده بس مش متدرب كفايه، هتخش تزعل. تمام، انتوا محتاجين ان مثلا لو ان انت تقيس الوقت اللي انت خدته في حل اول مساله، وتحاول قبل ما تخش الميدتيرم ان انت توصل انك تحل المساله في نص او تلت الوقت ده. دي الحاجه اللي فعلا هتخليك كواليفايد انك تخش الامتحان كويس. تمام، وده مش صعبه، يعني هي ممكن تبدو ان نص او تلت الوقت دي حاجه صعبه قوي، بس انت هتكتشف يعني مع التمرين ان انت هتجيبها بسهوله، ممكن تحل مساله من دول في 10 دقائق ان شاء الله. بص شباب كده على المساله دي، هو دلوقتي مديني سيستم طبيعي وحاطط لي فيه كونستانت كي، وبيقول لي هات الكي اللي تخلي الفيز مارجن بكام؟ ب 54 ديجري. دلوقتي انت مش هتعرف ترسم الماجنتيود بلوت والكي دي موجوده، صح ولا غلط؟ تمام؟ فاللي انت هتعمله اي مساله يديك فيها كي ويقول لك هات الكي اللي تحقق الكونديشن معين، اللي انت هتعمله هو انك هترسم السيستم الاول وكي ب 1، وبعد كده تشوف الكي دي هتعمل ايه على البلوت اللي انت رسمته. فانت اول خطوه سيت كي بتساوي 1، وبالتالي هنكتب الجي اوف اس تاني. بس في حاجه لازم نعملها في الجي اوف اس دي قبل ما نكتبها تاني، ايه هي؟ اول خطوه خالص ان انت لازم تحطها في الايه؟ في الستاندرد فورم، ان كل البولز تبقى على هيئه ايه؟ 1 بلس اس على حاجه، وبالتالي من 9 وهنا الاس، وهيبقى عندك هنا هاخد النص هنا كومن، هيبقى 1 بلس اس على نص، هيبقى في نص هنا، وهنا هاخد ال 10 كومن، فيبقى عندي 1 بلس 0.06 اس بلس اس سكويرد على 10، ويبقى في 10 اتاخدت كومن هنا هي كمان. وبالتالي الكونستنت اللي موجود فوق دلوقتي بكام؟ 9 على 5 اللي هي هتبقى 1.8. لحد دلوقتي في اي حد عنده اعتراض؟ تمام. تاني خطوه تبتدي تحدد الفريكونسيز السيجنيفيكنت بالنسبه لك. لما انا اقول كلمه الفريكونسي دي سيجنيفيكنت، فانا قصدي بيها ان يا اما الماجنتيود دايجرام يا اما الفيس دايجرام السلوب بتاعه هيتغير عند الفريكونسي دي. فدلوقتي ايه الفريكونسيز اللي عندها السلوب بتاع الماجنتيود دايجرام هيتغير؟ النص، واضحه؟ وايه كمان؟ لا، زيرو كده كده مش موجوده، صح؟ زيرو دي موجوده عند ماينس انفينيتي. الفريكونسي اللي من هنا كام؟ مش روت 10 بالظبط. اوكي، وبالنسبه للفيز بناخد 0.1 من كل فريكوانسي و10 تايمز الفريكوانسي، ورتبهم من الصغير للكبير، هيبقى عندك 0.05
وعندك هنا 1 over root 10 خلينا نكتب ال 5 بس وهنا هيبقى في 1 over root 10 اللي هي root 10 over 10 وهنا هيبقى 10 root 10 دي اللي هي تقريبا 0.316 ودي 31.6 تقريبا ودي طبعا 3.16 كما هو واضح يعني. اوكي الارقام دي ايه؟ احنا دلوقتي بنحاول نحدد الفريكونسيز السلوب بتاع الماجنتيود او الفيز هيتغير فيها. انت عارف من رسومات الماجنتيود والفيز ان لما يبقى عندك بول زي ده مثلا امتى الماجنتيود بيتغير او السلوب بتاعه بيتغير؟ عند الكات اوف فريكونسي بتاعت البول نفسه صح ولا غلط؟ طيب الفيز بيبتدي يغير السلوب بتاعه فين؟ عند بوينت 1 الفريكونسي السلوب بيتغير من 0 لماينس 45 وبعد كده عند 10 تايمز الفريكونسي الفيز بيرجع تاني من السلوب بيرجع من ماينس 45 لكام؟ ل 0 صح كده؟ فدي الفريكونسي اللي احنا بنعلم عليها من الاول كده انا عارف من قبل ما ابتدي رسم ان انا لما اجي ارسم الماجنتيود دايجرام مثلا السلوب هيتكسر عند النقطه دي وعند النقطه دي تمام كده؟ ونفس الكلام في الفيز هنا الدكتور المفروض ان هو عامل معاكم تيبلز كده اللي هو انت في كل ريجن في الفريكونسي التوتال سلوب هيبقى كام نتيجه الكونتريبيوشن من كل بول صح وزيرو طبعا انا رايي ان بالنسبه للماجنتيود انت مش محتاج يعني حتى قبل ما تتمرن كتير انت بيبقى واضح قدامك قوي من شكل الترانسفير فانكشن انت هتكسر الماجنتيود فين يعني هي واضح جدا ان انت هتبتدي بسلوب كام هتبتدي بسلوب ماينس 20 وبعد كده اول ما تقابل النص هيبقى ماينس 40 وبعد كده لما تقابل الروت 10 هيبقى ايه؟ ماينس 80 عشان دول اثنين تمام. بالنسبه للفيز الفيز فعلا ممكن يلخبط حتى بعد شويه تمرين. فانا بقترح ان انتوا التيبل بتاع الفيز بالذات تعملوه. كان بيبقى ازاي؟ دي هنا عندي فريكونسي ريجن من 0 ل 0.05 وبعد كده من 0.05 لحد 1 اوفر روت 10 وبعد كده من 1 اوفر روت 10 لحد 5 وبعدين من 5 لحد 10 روت 10 وبعد كده من 10 روت 10 لحد انفينيتي خليكم دايما فاكرين ان احنا هنا بنكتب السلوبس ما بنكتبش الفاليوز وفي هنا نتيجه البول اللي عند النص وهنا في الاثنين بولز اللي عند روت 10 بول او زيرو طبعا وهنا الفريكونسي دي توتال اللي فوقها دي روت 2 وبعدين كتبت اثنين ما بين قوسين كده عشان اعرف ان في هنا اثنين يعني صح مش هنا في كوادراتيك بول عند روت 10 يعني طبعا دي مش دي حاجه بريفرنس ليا يعني اي حد يكتبها براحته المهم انه يطلع السلوبس مظبوط اوكي دلوقتي البول اللي عند النص ده هيبتدي يديني سلوب في الفيز من فين لفين من 0.05 لحد ايه؟ لحد 5 صح؟ اللي هو الجزء ده والجزء ده تمام؟ فهنا في سلوب ماينس 45 وهنا سلوب ماينس 45 وهنا ما فيش سلوبس وبالنسبه لده هيديني سلوب من اول 1 اوفر روت 10 اللي هي 0.1 منه لحد ايه؟ 10 تايمز الفاليو بتاعه اللي هي 10 روت 10 اللي هم الحتتين دول فيبقى عندي هنا ماينس 90 عشان دول اثنين وهنا ماينس 90 وهنا برضو في الباقي زيرو هتجمع السلوبس فيبقى عندك هنا زيرو ماينس 45 ماينس 165 ماينس 90 وزيرو طبعا يا جماعه مش محتاج افكركم لازم الفيس دايجرام يبتدي بسلوب كام ويخلص بسلوب كام زيرو زيرو لازم يبتدي من فاليو ثابت ويخلص عند فاليو ثابت وانت بتبقى عارف الفاليو الثابت ده كام وده كام صح من الترانسفير فانكشن يعني هنا الفيس هيبدا من كام نيجاتيف 90 عشان عندي بول عند الاوريجن وهيخلص عند كام؟ نيجاتيف ادي 90 90 و180 يبقى كام؟ 360 تمام نبتدي رسم بقى دلوقتي هنا يا حسن ايوه ماينس 90 البول اللي عند الاوريجن ده بالظبط لا
لا علي صوتك معلش، مش المفروض يبقى ايه؟ اوكي هو بيدي ماينس السلوب ماينس 45، بس انا دلوقتي ما بنتكلمش على السلوب، احنا بنتكلم على التوتال فيز. دلوقتي البول الواحد اوفر اول في الاخر هيكون اداكي كام؟ هيكون اداكي ماينس 90 صح؟ هو السلوب بتاعه ماينس 45 ديجريز بير ديكيد تمام؟ وعند الكات اوف نفسها هيبقى الفاليو بتاع الفيز ماينس 45، بس هو هيفضل يديكي فيز صح؟ لحد هنا، لحد هنا هيبقى مديكي كام توتال بقى؟ ماينس 90. ففي الاخر وانت بتابروتش فريكونسي انفينيتي كل البولز بتديكي كام؟ ماينس 90 والزيروز بلس 90 طبعا. تمام؟ تمام. ايوه. هو هنا لا ثانيه ازاي النيجاتيف 45 دي جت منين؟ طيب قصدك ان 45 اللي من هنا مثلا؟ لا ازاي هو مش المفروض ده عند 0.5 صح؟ فالسلوب بتاعه هيبقى منين لفين؟ ايوه لحد 5 ده صوب صح، فعشان كده مفيش ماينس 45 هنا بس. اوكي نيجي نرسم ماجنتيود والفيز. طبعا هنا 20 لوج وهنا طبعا زمان كان زمايلكم بيرسموا على ورق سيمي لوج، دلوقتي للاسف الكلام ده ما بقاش موجود. فعادة هم كانوا بيعرفوا يطلعوا الحاجات من الرسومات تمام؟ يعني هو مثلا لما كان بيحب يجيب الفيز مارجن لما كان بيجيب جرافيكلي النقطه اللي هو بيقطع عندها 0 دي بي وبينزل بفيرتيكال لاين كده لحد النقطه دي ويشوف الفيز عندها كام. طبعا انت من رسمتك غالبا الوضع ده هيبقى صعب، وبالتالي بنضطر ان احنا نجيب كل حاجه ايه؟ بالايكويشنز الستريت لاين. ده لا يمنع ان يعني هيبقى مفيد جدا بالنسبه لك ان رسمتك تبقى نظيفه وتبقى بقدر الامكان تو سكيل، لان الرسمه هي اللي هتكشف لك لو في غلطه في الحسابات بتاعتك. يعني لو انت حسبت مثلا ان الفيز عند النقطه دي بفاليو معين، لو انت رسم الرسمه تو سكيل هتبقى بص على الرسمه وتقول ايه ده، يبقى مستحيل الرقم اللي انت واخده يبقى غلط، يبقى مظبوط صح؟ يا اما الايكويشن اللي انت كاتبها هتبقى غلط يا اما الرسمه هتبقى ايه؟ هتبقى غلط. فيفضل ان انت ترسم الرسمه بشكل كويس برضو، كمان عشان احنا ما حدش فينا لسه عارف طبعا الكرايتيريا دكتور ابو سعيد في التصحيح هتبقى عامله ازاي. فيعني لو هو ادى درجات على النيتنس بتاعت الرسمه واحنا مش عاملين حسابنا هنزعل. فخلينا نرسم الرسمه بشكل بريسايز بقدر الامكان. دلوقتي احنا متفقين ان احنا كل ده احنا بنرسم الاوميجا على اللوج سكيل، وبالتالي كل ديكيد هيبقى قد ايه؟ هيبقى نفس المسافه عن الديكيد اللي وراه. يعني المسافه مثلا ما بين فريكونسي 0.1 و1 هي نفسها ما بين 1 و10، هي نفسها ما بين 10 و100 وهكذا. هنبتدي رسم من فريكونسي كام لحد كام؟ طبعا انت لازم تانكلود الرينج ده كله صح ولا غلط؟ تمام؟ فانت دلوقتي عندك لازم تبتدي من 0.05 وتوصل لحد كام؟ 10 روت 10 دي اكبر فريكونسي عندنا. ابدا من بدايه الديكيد اللي قبل اول واحده واخلص بالديكيد اللي بعد اخر واحده. بمعنى ايه؟ يعني 0.05 فين بدايه الديكيد اللي قبلها؟ 0.01. فهبتدي رسم من 0.1 سوري. خلينا نتخيل مثلا دي 0.1. وبالتالي بعد كده على نفس على مسافه منها هحط ال 0.1. المسافه دي قد ايه؟ دي طبعا جايه من اختيارك انت، انت عارف ان انت عندك كام داكيت دلوقتي؟ ان هنا عندك ال 1 وهنا 10 وهنا 100 مثلا. خلاص على كده. انت عارف عرض الورقه عندك وشايف انت محتاج تدي قد ايه مساحه للرسمه دي، وبناء على كده هتقرر ان المسافه بين بدايه كل داكيد وبدايه الداكيد اللي وراه مثلا 5 سم 10 سم زي ما تحب على حسب الرسمه. تمام كده في مشاكل؟ تمام. دلوقتي الفريكونسيز دي مش هي اللي احنا عايزينها صح؟ احنا عايزين اندفاي اني فريكونسيز؟ نص وروت 10 والاربعه دول صح؟ تمام. دول اماكنهم فين بقى بالظبط؟ هل النص مثلا مكانها ما بين ال 0.1 وال 1 بالظبط في النص؟ اكيد لا، لان انا برسم على ايه؟ على لوج سكيل. طيب ازاي تجيب مكان ال 0.5 بالظبط؟ هتعمل الاتي. هتجيب لوج ال 0.5 دي على بدايه الديكيد اللي قبلها اللي هو 0.1. تمام كده في مشاكل؟ الرقم ده دايما هيطلع لك ما بين 0 و 1، يعني عمره ما هيطلع لك رقم نيجاتيف وعمره ما هيطلع لك رقم ايه؟ اكبر من 1. الرقم ده تضربه في السكيل بتاع الديكيد بتاعك ويبقى هو ده مكان ال 0.5. يعني على سبيل المثال لو انت قررت ان الديكيد بتاعك يبقى 5 سم تمام، هتجيب لوج 0.5 على 0.1 بدايه الديكيد اللي قبلها هيطلع لك مثلا 0.7 على سبيل المثال. 0.7 في 5 بكام؟ 3.5.
يبقى المفروض النص دي ال 0.5 على بعد 3.5 سنتي من الايه؟ من ال 0.1 دي. وصلت ولا في مشاكل؟ يعني هو احنا لسه ما حددناش احنا بدأنا فين وخلصنا فين صح؟ بس انا اتفقت معاكو ان المفروض دلوقتي انا اول فريكونسي لازم اخدها في اعتباري هي ايه؟ 0.05 صح؟ ابدأي من بداية الدكيد اللي قبلها اللي هو 0.01. يعني بداية الدكيد، بداية الدكيد تبقى فين؟ عند 0.01 و 0.11 اللي هي 10 باور حاجة انتجر تمام؟ اوكي. مين ندى؟ نعم؟ احنا محتاجين نعرف الاثنين، محتاجين نعرف ال 0.05 ومحتاجين نعرف ال 0.5 برضو صح؟ محتاجين الاثنين يعني. اوكي. هو ده عشان هو بيشرح بس انا مش بس هو كان يعني صراحه انا عارف ان الطريقه دي صح بس المحاضره كانت ما بتاخدش المفروض ما بتاخدش يعني ماشي بس يعني انا مش متخيل خالص ان هو لما يجي قدامه ورقه يعني هي مش متخيل ما عنديش اي تخيل هيجي صح البوب بلوت ده ازاي فانا مش متخيل ان هو هيشوفك مثلا بتكسر هنا عند الفريكونسي دي وبتكسر هنا عند الفريكونسي دي وخلاص والدنيا حلوه يعني الله اعلم بص انا يعني مش قادر استأمنه على حاجه لان هو اول مره ينزل صح لاندرجراد تمام فالموضوع يعني فيك تماما حتى انا لو سالته غالبا هو نفسه مش هيبقى محضر اجابه يعني تمام يعني هو ممكن يقول يعني انا ببقى اشوف الورق مثلا هبقى احدد كريتيريا ايا كان فانا مش هعتمد على حاجه خطا على تصحيح الدكتور خالص يعني طبعا بعد كده احنا محتاجين برضو نديفاين ال 0.05 وال 5 دول انت مش محتاج تحسبهم من الاول يعني المسافه دي تبقى قد ايه دي براحتك ده سكيل يعني انت اللي هتحكمي انت محتاجه ان انت انكلودي 4 ديكيدز زي ما لقينا هنا مثلا عرض كل واحد عرض كل واحد بكام بقى دي يعني انت هتشوفي عرض الورقه هتشوفي انت يعني كونفينينتلي والطول المسطره اللي معاكي محتاجه ان انت تحددي مسافه قد ايه ما بين كل ديكيد والتاني دي انت حره فيها ماشي ما هتتغير من واحد للتاني برضو ده طبيعي يعني لو واحد رسم ما بين الديكيد والتاني 5 سنتي هيرسم ال 0.5 على بعد 3.5 سنتي من ال 0.1 اللي رسم الديكيد 2 سنتي هتبقى دي على بعد 1.4 سنتي والاثنين هيبقوا صح مفيش مشكله يعني اوكي فال 0.5 هنا طبعا بالنسبه لل 5 وال 0.05 انت مش محتاج تحسبهم تاني لان اكيد لما انت تيجي تحسب 0.05 هتعمل ايه؟ هتاخد لوج 0.05 على ايه؟ على بدايه الديكيد اللي قبلها اللي هي 0.01 مش هي نفسها دي؟ هي نفسها برضو اللي هي 5 على 1 فدول خلاص اكيد دول على نفس المسافات بالظبط فال 5 هنا محتاجين كمان نديفاين الروت 10 وال 1 اوفر روت 10 وال 10 روت 10 هتحسبهم بنفس الطريقه بس انا بقول لكم على طول ان هي هتبقى في النص بالظبط في نص الديكيد ليه؟ لان الروت 10 دي يعني دي مثلا هنا دي انا مش محتاجها في حاجه في النص هنا بالظبط لان الروت 10 دي هي ايه؟ الجيومتريك مين ما بين ال 1 وال 10 تمام؟ فانت لو جيت تحسبها على تحسبها دي هتطلع لك نص بالظبط تمام وهنا 10 روت 10 في النص وهنا ال 1 اوفر روت 10 في مشاكل كده؟ في اي حد وقع مننا في اي حته هنا؟ اوكي لا لا براحتك يعني لو يعني مفيش حد يعني ما اعتقدش ان هو هيحاسبك لدرجه ان هو يقيس المسافه دي كام ويشوف ان هي مظبوطه ولا لا ما اعتقدش ان في دكتور ممكن يوصل للمرحله دي بس يعني ربنا يستر بس يعني لو انت حسبتيها هتطلع نص لو انت عارفه انها نص يعني لوحدك حطيها في النص وخلاص مش هتفرق في حاجه بالنسبه له ما اعتقدش انها توصل ان هو يصحح الخطوات اللي انت بتحسبي بيها المسافات دي يعني طبعا يعني ما حدش متاكد من حاجه بس يعني اكيد مش توصل لكده مفيش عقل او منطق يودي لكده يعني اوكي دلوقتي احنا حددنا خلاص السكيل بتاع الاكس اكسس محتاج برضو ان انت تحدد السكيل بتاع الواي اكسس صح محتاج تحدد مثلا انت كل مسافه هنا معينه عندك 10 دي بي 20 دي بي وهكذا طبعا انت غالبا هتبقى بترسم على ورق مسطر مش اي 4 بلين فغالبا هيبقى المور كونفينينت من وجهه نظر انا على الاقل ان انت تحدد الواي سكيلز بسطور مش بالسنتيمترز
يعني تحدد مثلا ان كل سطر ب 20 دي بي، كل سطر ب 10 دي بي وهكذا. تمام؟ هتحدد على حسب ايه؟ على حسب برضو المساحه اللي انت مديها للبلوت ده ومساحه الورقه، وانت متخيل الماجنتيود ده هيبقى من كام لكام. الماجنتيود بتبقى موضوع صعب شويه، ما تقدرش تبص هنا كده تعرف انا هبتدي رسم الماجنتيود هيبتدي من فاليو كام ويوصل لفاليو كام، صح؟ مش سهل ان انت تشوفها. لكن الفيز، الفيز انت عارف انت بتبدا منين بالظبط وتخلص فين بالظبط، صح ولا غلط؟ انت عارف ان انت لازم هتبدا من ماينس 90 وان انت هتخلص عند ماينس كام؟ 360. تمام؟ وبناء على كده طالما انت عارف بالظبط الفيز دايجرام هيبقى وذين رينج كام، تقدر بسهوله ان انت تحدد على حسب المساحه اللي انت مديها للبلوت ده. طب خلاص مثلا هخلي كل سطر 45 ديجري، هخلي كل سطرين 45 او دي كتيره، مثلا هخلي كل سطر 90 وهكذا. كل واحد حر بقى. تمام كده؟ في مشاكل؟ اوكي، نبتدي نرسم. وهنا دي الفريكونسيز اللي انا محتاجها، همد منها كده. الفريكونسيز النص والروت 10 انا محتاجهم في الماجنتيود بس، فمش همدهم للفيز، لكن الباقيين همدهم لتحت خالص. اوكي، ونبتدي رسم الماجنتيود. ركزوا معايا في التركيه اللي في الاول دي، بعد كده الرسم هيبقى سهل. خمسه مكانها فين؟ زي ما اتفقنا، انت دلوقتي عندك الديكيد اللي ما بين ال1 وال10 دي، تمام؟ هتجيب لوج 5 على 1 اللي هو بدايه الديكيد اللي قبلها، هيطلع لك فاليو ما بين ال0 وال1، ده هتضربه في السكيل اللي انت محدده هنا. تمام؟ لو مثلا ده مثلا كان 10 سم واللوج 5 على 1 كان 0.7، هيطلع لك كام؟ 7 سم. خلاص هتقيس من ال1 دي 7 سم ويبقى الخمسه مكانها. تمام؟ ماشي. حد دلوقتي في اي حد عنده اي كونسيرنز؟ اوكي، نبتدي رسم بقى. مبدئيا انت عارف ان انت في الماجنتيود هتبتدي هتبقى نازل بسلوب كام في الاول؟ ماينس 20 نتيجه البول اللي عند الاوريجن. بس زي ما احنا عارفين، هل السلوب كفايه ان هو يعرف لك ستريت لاين؟ محتاج سلوب ونقطه. تمام. دلوقتي خلينا نفترض ان دول مش موجودين وانت بترسم دي بس. تمام؟ هما دول الاثنين اللي هيبقوا مؤثرين لحد ما تخبط في الفريكونسي النص، صح ولا غلط؟ تمام. فدلوقتي دول هما اللي هيبقوا فارقين لحد ما توصل لهنا. في الجزء ده كله كانك بترسم ده. لو فرضنا انها كانت 1 اوفر اس بس من غير ال 1.8 هيبقى شكلها ازاي؟ هتبقى بالمر عند اوميجا 1، هتبقى بتمر بكام؟ ب 0 دي بي، صح ولا غلط؟ حلو. لما في كونستنت هنا بيعمل ايه؟ بيرفع الماجنتيود كله او بينزله لتحت بقدر قد ايه؟ 20 لوك كي، صح كده ولا غلط؟ وبالتالي النقطه بدل ما انت هنا عند ال 1 كنت بتبقى 0 دي بي، دلوقتي عند ال 1 هتتشفت لفوق كده وهتبقى عند ال 1 هنا بكام؟ 20 لوج ال 1.8، صح ولا غلط؟ في حد ما فهمش الجزئيه دي؟ تمام. وبالتالي انا عارف ان انا هنا انا عارف ان انا هنا 20 لوج 1.8 اللي هي هتطلع 5.1 دي بي تقريبا. اوكي، وبالتالي الستريت لاين خلاص انا عرفته، السلوب بتاعه ماينس 20 دي بي بير ديكيد، وعند ال1 بيبقى كام؟ بيبقى 5.1 دي بي. كل الناس فهمت الستريت لاين ده انا رسمته ازاي؟ في حد عنده مشكله فيها؟ بالظبط، عشان كده رسمته دوتد. خدتوا بالكم اللي هو قاله ده؟ الكيرف ده مش هيترسم اصلا لحد ما يوصل ل1، صح ولا غلط؟ هو هيوصل لحد فين؟ هو المفروض انه يوصل لحد نص بس، وبعد كده هيبتدي ينزل بسلوب تاني، صح ولا غلط؟ وبالتالي ده بس هو اللي جزء من الماجنتيود دايجرام بتاعك، والجزء ده ايه؟ هنمسحه. بس ستيل مفيد ان انت ترسمه دوتد. ليه بقى؟ لان انت محتاج تعرف النقطه دي كان عندها الماجنتيود بكام، صح ولا غلط؟ لان دي النقطه اللي هتيجي تكسر منها. حلو، ازاي هنا هحسب الماجنتيود ده؟ انا عارف السلوب اللي هو ماينس 20، وعارف نقطه على الستريت لاين، صح؟ اللي هي ايه؟ ان انت عند 1 بتبقى كام؟ بتبقى 5.1. برغم ان الفريكونسي دي او الجزء ده من الستريت لاين مش هيكون جزء من الفاينل ماجنتيود دايجرام اللي انت هتخلص بيه، ده لا يمنع ان النقطه دي بتحقق معادله الستريت لاين ده، صح ولا غلط؟ وبالتالي تقدر تستخدمها في انك تحسب النقطه دي الماجنتيود عندها كام. هحسبها ازاي بقى؟ من ايكويشن الستريت لاين زي ما كنا اتكلمنا عنها اخر مره، دلتا واي على دلتا اكس بتساوي السلوب، فهاخد دي تاني نقطه ودي اول نقطه، فهقول
الواي دي اللي هي 5.1 ماينس دي سميها اتش 1 مثلا 5.1 ماينس اتش 1 على دلتا اكس. وزي ما اتفقنا لما بنيجي نكتب الاوميجا بنكتبها ازاي؟ بنكتبها لوج، بنقول لوج 1 ماينس لوج نص. الكلام ده بيساوي السلوب اللي هو كام؟ ماينس 20. طبعا بعد كده هتلاقوني على طول بكتب اللوج ماينس اللوج دي، ممكن نكتبها ازاي؟ لوج واحدة على التانية بالظبط. لا معلش علي صوتك معلش. جبناها ازاي؟ دلوقتي انت متفقة معايا من رسمة البول اللي عند الاوريجين هنا هيبقى المفروض ان السلوب يبقى ماينس 20 دي بي بير ديكيد صح؟ وعند اوميجا ب 1 بكروس 0 دي بي صح ولا غلط؟ لما الاوميجا تبقى 1 راديانس بير سكند الماجنتيود بيبقى 0 دي بي تمام. لو فرضنا جدلا ان دي هتبقى كي على اس، ايه اللي هيفرق؟ ايه اللي بتعمله الكي؟ الكي بترفع الماجنتيود او بتنزله بمقدار قد ايه؟ 20 لوج كي صح؟ فلما دي تبقى كي على اس فالكيرف ده كله هيعلى او هينزل، خلينا نفترض ان هو هيعلى، وبالتالي هيعلى بمقدار كله 20 لوج كي صح؟ وبالتالي الحته اللي كان مجدود عندها زيرو هيبقى المجدود بكام؟ ب 20 لوج كي تمام كده؟ تمام. فانا كل اللي انا عملته هنا ان انا لما جيت رسمت ال 1.8 على اس تمام؟ قلت ان انا عند ال 1 مش هبقى بكروس 0 دي بي، هبقى بكروس كام؟ 20 لوج 1.8 اللي هي طلعت 5.1 دي بي تمام كده؟ ايوه بالظبط صح صح. اه والله ما انا عشان كده راسم دي دوتد وبقول لك انها مش هتبقى جزء من الماجنتيود دايجرام بتاعك. اه مظبوط، بس ده لا يمنع ان انت عارف ان النقطه دي بتحقق ايكويشن الستريت لاين ده. انا ما بقولش ان النقطه دي هتبقى جزء من الماجنتيود، ما هو انت طبعا لما تيجي تنزل كده النقطه دي مش هتعدي عليها خالص، لكن ده لا يمنع ان انت لو مديت الستريت لاين ده على استقامته كده هتقطع النقطه دي ولا لا؟ يبقى النقطه دي بتحقق ايكويشن الستريت لاين ده ولا لا؟ يبقى تقدر تستخدمها في الايكويشن تمام؟ تمام كده يا جماعه، واصله لحد دلوقتي؟ حلو. خلاص احنا جبنا النقطه دي بكام؟ هي دي النون الوحيد هتطلع 11.1 دي بي، ودي كان ممكن حد يشوفها على طول. ليه؟ السلوب اللي هو ماينس 20 دي بي بير ديكيد ده ممكن نقوله ان هو ايه برضو يا جماعه؟ ماينس 6 دي بي بير اوكتيف. فاكرين المعلومه دي؟ تمام. الاوكتيف ده اللي هو ضربت فريكونسي في 2، مش من نص ال 1 دي اوكتيف صح ولا غلط؟ وبالتالي منطقي ان النقطه دي تبقى اعلى من دي بقد ايه؟ ب 6 دي بي. في مشاكل لحد دلوقتي؟ اوكي نمسح الدوت ده خلاص، ما بقيناش محتاجينه، النقطه دي ما بقيناش عايزينها في حاجه خالص خلاص. وعرفنا ان انا شكل الستريت لاين بتاعي بقى كده لحد النقطه دي عند فريكونسي نص هيبقى الماجنتيود 11.1 دي بي. وبعد كده هتبتدي تنزل بسلوب كام؟ ماينس 40 بعد النص، هيقطع كده وهيفضل مستمر في السلوب ده لحد ايه؟ لحد روت 10 لحد هنا، ده سلوب ماينس 40. هتحتاج برضو ان انت تجيب الماجنتيود ده بكام؟ هتستخدم ايكويشن ستريت لاين بنفس الطريقه، هتقول مثلا سميت دي اتش 2، عندك هنا السلوب ماينس 40 وعندك نقطه اللي هي فريكونسي نص مع ماجنتيود 11.1، تقدر تكتب ايكويشن ستريت لاين زي ما احنا متعودين. هقول اتش 2 ماينس ماينس او سوري هي ماينس بس ماينس 11.1 على لوج الفريكونسي دي اللي هي روت 10 على الفريكونسي دي اللي هي كام؟ نص. الكلام ده بيساوي ماينس 40، ومن هنا هتجيب الاتش دي هتطلع تقريبا ماينس 20.9. وبعد كده بعد ما تقابل الروت 10 دي هتبتدي تنزل بسلوب كام؟ ماينس 80 صح؟ بعد ما تقابل الاثنين دول. بصي طالما الرسمه تو سكيل تمام، لو انت رسمه كويس هتشوفها بعينك تمام، بس حتى اللي بيرسم رسمه وحشه ممكن بمنتهى البساطه يشوف ايكويشن ستريت لاين. الايكويشن دي هي هي حتى قبل ما ارسمها صح؟ يعني انا كده كده عارف السلوب وعارف ان النقطه دي على الستريت لاين صح ولا غلط؟ تمام. جيت عوضت لقيت ان الاتش 2 دي طلعت بفاليو نيجاتيف،
يبقى انا عند روت 10 نزلت في النيجاتيف خلاص، يبقى انا اكيد قطعت الزيرو قبلها ولا لا؟ بس بعد كده هتبتدي تنزل بسلوب هنا ماينس 80، خلاص مش مهم اي حاجه بعد كده. فاي اسئله في رسمه الماجنتيود؟ تمام. بالنسبه للفيز احنا عارفين من الاول خالص احنا هنبتدي من فيز كام؟ نيجاتيف 90، وهفضل نيجاتيف 90 لحد كام؟ لحد 0.05 اللي هي 0.1 من اول كات اوف فريكوانسي. السلوبس انت اوريدي محضرها المره دي من التيبل، ولو انت كنت محضر الماجنتيود من الاول مفيش مشاكل. ابتدي هنا انا عارف ان انا من 0.05 لحد 1 اوفر روت 10 هبقى نازل بسلوب كام؟ ماينس 45، فابتدي انزل بالسلوب ده كده. ده ماينس 45. وهتحتاج انك تجيب النقطه دي بكام؟ نفس الطريقه بالظبط، خلاص بقى مش هقعد اكرر فيها. انت عندك الستريت لاين ده عارف السلوب بتاعه ماينس 45، وعارف نقطه عليه اللي هي الفيز ماينس 90 والفريكونسي 0.05، تعرف تجيب عند فريكونسي 1 اوفر روت 10 هيبقى الفيز كام. هنقول على طول ماينس 90 ماينس 45 لوج 1 اوفر روت 10 على 0.05. دي هي نفس الايكويشن، بس بعد ما ظبطتها وديت الحاجات مكان حاجات ووديت الانون في طرف لوحده هتطلع ماينس 126 دي بي ديجري قصدي. فدي هنا كده ماينس 116. حتى هذه اللحظه في مشاكل؟ اوكي. اول ما تقابل ال 1 اوفر روت 10 دي هتبتدي تنزل بسلوب كام؟ من 1 اوفر روت 10 لحد 5 انت بتمشي بسلوب ماينس 135. هتنزل هنا بسلوب جامد كده شويه. ونفس الكلام هتجيب النقطه دي بكام؟ هنا ماينس 135. هتجيب النقطه دي بنفس الطريقه، هيبقى عندك النقطه دي انت عارفها ماينس 126 ماينس 135 السلوب لوج. دلوقتي انا عندي دي 5 على 1 اوفر روت 10. الكلام ده هيطلع تقريبا ماينس 287.9. وده بيوريك ان انت قطعت الماينس 180 فين؟ في الحته دي صح؟ فلما تجيب الفيز كروس اوفر فريكونسي انت عارف انها هتبقى وذين كام؟ ما بين 1 اوفر روت 10 وال 5. لحد دلوقتي في اي مشاكل؟ اوكي تمام. بعد كده اخر حته خالص اللي هي من 5 لحد 10 روت 10 هتبقى ماشي بسلوب كام؟ ماينس 90. وهنا انت مش محتاج تجيب النقطه اللي انت بتخلص عندها لان انت عارف ان انت لازم تخلص عند كام؟ ماينس 360. احنا عارفين من الاول خالص ان الفيز هيخلص عند كام؟ ماينس 360 لما كل دول يدوا التسعينات بتاعته. في اسئله كده لحد دلوقتي؟ تمام. الرسومات كويسه؟ تمام. دلوقتي انت علشان تجيب الكي فور فيز مارجن معين انت مش محتاج تجيب الفيز مارجن والجيم مارجن اللي موجودين دلوقتي، بس احنا هنجيبهم عشان نبقى يعني حلينا كل حاجه في المساله. هو فاضل ربع ساعه ماشي. فدلوقتي انا مثلا عايز الفريكونسي اللي انا هنا بكروس فيها الزيرو دي بي، واضح جدا انها وذين رينج قد ايه؟ من النص لحد الروت 10 صح؟ اللي انا كنت ماشي فيه بسلوب كام؟ ماينس 40. هجيبها ازاي طيب الفريكونسي دي؟ من ايكويشن ستريت لاين برضه، يعني ما فيهاش صعوبه، هتيجي هنا وهتقول ان انا عندي دلتا واي، خد اي نقطه مثلا، النقطه دي، النقطه دي مع النقطه اللي انت عايزها، دي عندها الماجنتيود بكام؟ بزيرو، فهتقول زيرو ماينس 11.1 على لوج الفريكونسي دي اللي هي الاوميجا جي سي اللي انا ما اعرفهاش على الفريكونسي دي اللي هي نص. الكلام ده بيساوي كام؟ سلوب ماينس 40. هتطلع الاوميجا جي سي هتطلع تقريبا 0.95 رادينز بير سكند. وبعد كده عايز اجيب الفيز مارجن هعمل ايه؟ تمام. هاجي انزل هنا من الجين كروس اوفر هنا كده واشوف الفيز عندها بكام. لو انت راسم رسمه بتاعت الماجنتيود والفيز الاثنين شكلهم كويس وتسكيل كويس ممكن تلاقي جرافيكالي طلع لك الفيز مظبوط اولموست زي اللي انت بتطلعه من الايكويشن.
وده هيبقى ري اشورينج بالنسبه لك في توتر الامتحان وكده ان انت ماشي صح. بس طبعا يستحسن ان انت تجيبها دايما بالايكويشن. هتلاقي هنا ان الفيس ده هيبقى طبعا واضح ان هو في الريجن اللي هي ما بين 1 اوفر روت 10 والخمسة، والسلوب هنا كان كام يا جماعه؟ السلوب هنا كان ماينس 105 تي. فانت تيجي هنا وتقول انا عندي الماينس 126 دي ماينس 135 لوج الاوميجا جي سي اللي هي 0.95 على الاوميجا دي اللي هي كانت 1 اوفر روت 10. الكلام ده هيطلع بيساوي كام؟ هيطلع بيساوي ماينس 190 النقطه دي كده ماينس 190.3 ديجريز. وبالتالي لما الفيز عند الجين كروس اوفر يبقى ماينس 190.3 يبقى الفيز مارجن كام؟ بالظبط هتجمع على الكلام ده 180 يبقى اذا الفيز مارجن بتاعك بيساوي ماينس 10.3 ديجريز. اوكي بالنسبه للفيز كروس اوفر انت محتاج تجيب ايه؟ محتاج تجيب الفريكونسي اللي انت هنا بتكروس فيها كام؟ ماينس 180 ودي واضح برضو انها حاصله عند ايه؟ عند نفس الرينج اللي هو كان السلوب فيه ماينس 135. فهاجي هنا اشوف النقطه دي فين؟ ماينس 180 هتبقى جت هنا ماينس 180 واشوف هقول ان عندي دلتا واي على دلتا اكس هاخد النقطه دي مثلا مع السلوب هقول ان هنا دي كده واقول ان ماينس 180 ماينس ماينس 126 على لوج في ورقه اتندنس يا جماعه عدت تمام ماشي على لوج اوميجا بي سي اللي انا ما اعرفهاش على الفريكونسي دي اللي هي كانت 1 اوفر روت 10 كام ده بيساوي ماينس 135 ومن هنا الاوميجا بي سي هتبقى 0.8 راديانس بير سكند وهتطلع عند ال 0.8 دي تشوف الايه تشوف الماجنتيود بكام تمام ال 0.8 دي موجوده فين ما بين النص وبين الروت 10 صح ولا غلط يعني الحته اللي السلوب فيها ماينس 40 وهتجيب الماجنتيود عندها بنفس الطريقه بالظبط هيطلع الماجنتيود بتاع جي اتش اوف اس عند اوميجا بي سي هيطلع بيساوي تقريبا 3.06 ماشي دي وبالتالي الجيم مارجن هيبقى كام هيبقى نيجاتيف القيمه دي اللي هو نيجاتيف 3.06 دي بي وبالتالي الفيز مارجن والجيم مارجن الاثنين طالعين النيجاتيف يبقى بالتالي يبقى السيستم ايه ستيبل ولا انستيبل انستيبل واضحه جدا دلوقتي خلينا نفتكر بقى ان كان في كي هنا اصلا صح؟ اوميجا بي سي دلوقتي انت بص على الفيس دايجرام هنا صح؟ انت هنا عند فريكونسي 1 اوفر روت 10 كنت ماينس 126 وعند فريكونسي اللي هي 5 كنت ماينس 287 او 288 يبقى اذا الفريكونسي الماينس 180 موجوده فين؟ في النص هنا يبقى انا عارف انها في السلوب الماينس 135 ده حققت ايكويشن ستريت لاين مش انت عندك السلوب وعندك اي نقطه ممكن تستخدم النقطه دي وممكن تستخدم النقطه دي تمام معادله الستريت لاين ايه دلتا واي على دلتا اكس بتساوي السلوب ده اللي انا عملته بالظبط دي بالنسبه لي النقطه الثانيه فقلت ان انا عندي ماينس 180 الواي بتاعها ماينس الواي بتاع دي اللي هو 126 يعني ماينس ماينس 126 فبقى بلس وبعد كده المفروض على دلتا اكس الاكس هنا اللي هي اللي انا ما اعرفهاش الاوميجا بي سي والاكس هنا اللي هي كام 1 اوفر روت 10 صح بس احنا متفقين ان عشان الاوميجا على اللوج سكيل فبكتبها ايه في لوج الكلام ده بيساوي السلوب تمام ومن المعادله دي جبت الايه هنا المعادله دي جبت الاوميجا بي سي الجيم مارجن انا ما حسبتوش ما جبتوش من الدايجرام بس هو المفروض ان انت عند الفريكونسي اللي عندها الفيز ماينس 180 دي الاوميجا بي سي تطلع هنا وتشوف المكتوب بكام تمام خلاص فهي واضحه بالنسبه لك برده صح مش انت عارف هنا السلوب ماينس 40 صح ما عندك ايكويشن الستريت لاين ده برضو معاك السلوب ومعاك النقطه دي بنفس الطريقه بالظبط تقدر تجيب الهايت هنا كام تمام ماشي لحد دلوقتي لا يعني هو احنا اصلا لحد دلوقتي احنا ما حققناش المطلوب يعني انا زي ما قلت اول المساله احنا اصلا عشان نجيب المطلوب ده احنا مش محتاجين نجيب الفيز مارجن والجيم مارجن اللي قبل الكي تمام انا جبتها ليه
علشان المساله تبقى كامله بس. تمام؟ يعني الخطوات دي لو جت المساله دي ما كنتوش هتحتاجوا تعملوا كده. كنتوا تبتدوا يعني بعد ما ترسموا طبعا الماجنتيود والفيز فور كيب 1 ما كناش هنحتاج ان احنا نحسب الاوميجا جي سي اللي دلوقتي والاوميجا بي سي اللي دلوقتي والفيز مارجن دلوقتي كام والجيم مارجن كام. كنا هنبتدي من الخطوه الجايه اللي انا هقولها دلوقتي. تمام وصلت؟ تمام. المفروض بقى يا جماعه الكي دي بتعمل ايه في الكيرف؟ بتشفت الماجنتيود لفوق او لتحت على حسب ايه؟ الكي اكبر من 1 ولا اصغر من 1. وبالنسبه للفيز ما بتلمسوش، ما بتعملش فيه حاجه. فدلوقتي واضح ان الفيز مارجن والجيم مارجن الاثنين نيجاتيف والسيستم انستابل. الكي دي انت هتحب تحطها اكبر من 1 ولا اقل من 1 عشان يبقى ستيبل؟ اكيد اقل من 1 صح؟ انت محتاج تشفت الماجنتيود لايه؟ لتحت عشان الاوميجا جي سي تيجي بدري تقطع الزيرو دي بي بدري، وبالتالي لما تيجي تنزل عند الاوميجا جي تلاقي ايه؟ تلاقي فيز كويس. وصلت الحته دي؟ تمام. بس ايه المشكله بقى لو انت حطيت كي صغيره؟ ده هيأثر على ايه تاني في السيستم؟ على السين ستيت بالظبط. الاوبن لوب ترانسفير فانكشن دي يا جماعه هو طبعا كان قايل ان السيستم يونيتي فيدباك. المفروض دي يا جماعه كانت هي الستاتيك ايرور كوفيشنت الفاينايت، فاكرين؟ يعني لو سيستم تايب 0 بتبقى هي دي الكي بي، لو سيستم تايب 1 بتبقى دي الكي في، لو سيستم تايب 2 تبقى هي دي الكي اي وهكذا. وبالتالي انت بيبقى نفسك تعمل ايه عشان تصغر السيتي ستيت ايرور؟ بيبقى نفسك تكبر الكي دي، بس هتلاقي تريد اوف مع ايه؟ مع الاستابيليتي. وصل الحته دي؟ تمام. طبعا الاستابيليتي مقدمه على اي حاجه ثانيه. تمام؟ يعني اي حاجه ثانيه بيرفورمانس سيء الاستابيليتي هتبوظ السيستم كله، هتخليه ما يشتغلش اصلا. فانت ما تقدرش تتقبل ان السيستم يكون انستيبل. تمام. لا محتاجين بقى دلوقتي نشوف الكي هتبقى بكام عشان تخلي لنا الفيز مارجن كام؟ ال 54 ديجري اللي هو عايزها دي. طبعا احنا كلنا متفقين دلوقتي انها اكيد هتبقى كي اصغر من ايه؟ اصغر من 1 صح؟ اوكي. دلوقتي احنا عارفين ان الفيز ده مش هيتلمس صح؟ الفيز ده مش هيجرى فيه حاجه. وبالتالي يعني بالمنطق انت كان ممكن يبقى عندك اثنين ابروتشز ان انت تحقق الفيز مارجن المطلوب ده. تشوف الاوميجا سي سي دي موجوده فين؟ اللي هي احنا طلعناها 0.95 وتحاول تكبر الفيز عندها. بحيث ان انت تجيب فيز مارجن ال 54 ديجري اللي هو عايزها. دي طريقه صح؟ لكن هل الكي دي هتعرف تعملها؟ ما تقدرش لان الكي دي ما تقدرش تغير في الفيز خالص. لما ناخد الكومبنسيشن ان شاء الله هنبقى نقاد زيرو مثلا هنا يدينا فيز هنا. لما يجي وقتها. لكن الثانيه هي الحاجه الوحيده اللي في ايدك باستخدام الكي هي ايه؟ انك تشوف هنا الفيز اللي يجيب لك فيز مارجن 54 موجود عند فريكونسي كام؟ وتلعب في كيرف الماجنتيود بحيث انك ايه؟ تخليها هي دي الاوميجا جي سي الجديده. وصلت الحته دي يا جماعه؟ لو انا مش هعرف اكبر الفيز عند الاوميجا جي سي اللي اوريدي موجوده، انا هشوف الفيز اللي انا عايزه موجود عند فريكونسي كام واخليها هي الاوميجا جي سي. اوكي كده؟ وبالتالي الموضوع هيبدا من ان انا هشوف فيز مارجن 54 ديجري دي مقابل ان انت عايز الفيز يبقى كام عند الاوميجا جي سي؟ بالظبط هتطرح 180 من ال 54 دي. تمام؟ هتقول ان الفيز اللي انت عايزه اوميجا عند الاوميجا جي سي نيو بقى لانها هتتغير هو هيبقى الفيز مارجن المطلوب اللي هو 54 ماينس 180 اللي هي تطلع ماينس 126 ديجري. اوكي كده؟ ماشي. وهنيجي هنا نشوف الفيز ده ماينس 126 بتحصل عند فريكونسي كام؟ وبعد كده هحاول احط اخلي الماجنتيود دايجرام يكروس الزيرو دي بي عند نفس الفريكونسي دي. طبعا لو كانت الماينس 126 دي يعني الديفولت او الجنرال كيس ان انت مش هتبقى عارف هي فين وهتحتاج تجيبها برضو بايكويشن ستريت لاين، بس انا اخترتها هنا مخصوص عشان احنا كنا اوريدي جايبينها عشان اختصر في الوقت. تمام؟ فانت هنا اوريدي عارف ان الماينس 126 دي حاصله عند فريكونسي كام؟ 1 اوفر روت 10. تمام؟ لحد دلوقتي الناس معايا؟ اوكي. وبالتالي احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلي الجين كروس اوفر فريكونسي تبقى هي 1 اوفر روت 10 صح ولا غلط؟ هنعمل كده ازاي؟ يعني ايه الكي اللي تحطها تشفت الكيرف بالظبط بحيث ان انت تكروس الزيرو دي بي عند ال 1 اوفر روت 10؟ تمام بالظبط. ابسط حاجه هتيجي عند ال 1 اوفر روت 10 دي تشوف الماجنتيود كام وبالتالي هيبقى ده القدر اللي انت محتاج تنزله صح ولا غلط؟ بحيث انك تكروس زيرو دي بي هنا. فده اللي احنا هنعمله، هنيجي هنا ونشوف دي بكام. خلينا نمسح الكلام ده كله. هاجي هنا واقول نفس الكلام بالظبط. دلوقتي انا عندي دي، عندي النقطه دي انا عارفها وعندي السلوب انا عارفه، فهقول مثلا هبتدي من هنا
11 دي كانت 11.1 هيبقى 11.1 ماينس الهايت اللي انا ما اعرفوش على لوج الفريكوانسي دي اللي هي نص على الفريكوانسي دي اللي هي 1 اوفر روت 10. الكلام ده يساوي السلوب ده اللي هو ماينس 20. هطلع الاتش مثلا ب 15 دي بي. وبالتالي هنا انت عند فريكوانسي 1 اوفر روت 10 الماجنتيود كان ب 15 دي بي. تمام؟ بس انت عايز الماجنتيود هنا يبقى كام؟ عايز يبقى 0 دي بي صح؟ عشان تبقى هي دي الاوميجا جي سي وبالتالي تاخد الفيز مارجن ده. يبقى ساعتها انا محتاج انزل الدايجرام ده كله قد ايه؟ 15. وبالتالي انت محتاج ان الكي تنزله لك ماينس تخليه ماينس 15 صح كده ولا غلط؟ تمام. المفروض ان هي بتعلي الكيرف بقد ايه؟ ب 20 لوج كي. وبالتالي انت محتاج 20 لوج كي دي تبقى بقد ايه؟ نيجاتيف 15 بالظبط. وبالتالي هنا هيبقى عندك نيجاتيف 20 لوج كي بتساوي نيجاتيف 15 دي بي. ومن هنا هتجيب الكيب كام؟ طبعا هتطلع اصغر من 1. في اي حد ما فهمش اي خطوه عملناها؟ تمام؟ هقول بسرعه في الخمس دقايق اللي فاضلين دول فرايتيز الحاجات اللي ممكن تطلب في المسائل بطريقه مختلفه. على سبيل المثال لو قال لك انا عايز الكي اللي تجيب جين مارجن معين هتعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هتشوف عند فيز ماينس 180 الجين بكام؟ وتشوف هو فارق قد ايه عن اللي انت عايزه، والكي هي اللي تجيب لك الفرق ده. وصلت الحته دي؟ يعني مثلا لو انا هنا قال لك عايز الجيم مارجن يبقى 10 دي بي مثلا. انا هنا اوريدي جبت الجيم مارجن اللي موجود، صح؟ اللي هو طلع كام؟ ماينس 3.06. تمام؟ حلو. انت عارف ان الاوميجا بي سي هتفضل زي ما هي. ايا كانت الكي، ليه؟ لان الفيس دايجرام ما بيتغيرش في الكي، صح؟ وبالتالي الحته اللي بتكروس عندها ماينس 180 دايما هتبقى هي هي. الماجنتيود عندها هو اللي ممكن يختلف صح؟ اوكي. وبالتالي انت دلوقتي لقيت الماجنتيود هنا 3.06 بس انت عايزه يبقى كام؟ لو انا عايز جيم مارجن 10 دي بي يبقى انت عايز الماجنتيود عند الفيس كروسوفر يبقى كام؟ مش 10، نيجاتيف 10 صح ولا غلط؟ تمام. وبالتالي انت محتاج ال 3.06 تنزل تبقى نيجاتيف 10، يبقى انت نزلت قد ايه؟ نيجاتيف 13.06 صح؟ وبالتالي هي دي الكي او ده ال 20 لوج كي. تمام. طب بدل ما يطلب منك فيز مارجن طلب منك انا عايز الكي اللي يجيب لي اوفر شوت كذا. اوفر شوت كام بيرسنت؟ 25% مثلا. هتعمل ايه؟ هتجيب الزيتا تمام اللي هي مثلا هتبقى ب 0.4 وبعد كده تجيب منها الفيز مارجن بانك تضرب الزيتا في كام؟ في 100. هتجيب الفيز مارجن وتشتغل زي ما اشتغلنا هنا. ممكن مثلا في بعض المسائل ممكن ما يديكش البوب بلوت او سوري ما يديكش الجي اوف اس، يديك البوب بلوت جيفن ويطلب منك حاجه. من الحاجات اللي ممكن يطلبها منك هات لي الستاتيك ايرور كوفيشنت بتاعت السيستم. دلوقتي انت ما بتعرفش جي اوف اس خالص صح ولا غلط؟ تمام؟ فانت لا تعرف التايب بتاع السيستم ولا تعرف الكيب كام، بس تقدر تطلعهم من البلوت ازاي؟ اولا ازاي بعرف التايب؟ من السلوب اللي في الاول بالظبط والانيشال فيز اللي بدات بيه صح؟ فلو انا هنا بادئ بسلوب ماينس 20 وهنا اهو البادئ فيز من ماينس 90 ديجري يبقى السيستم ده كان تايب كام؟ 1 من حتى من غير ما جي اوف اس دي تبقى معاك. بعد كده هتعمل ايه؟ بعد ما حددت التايب. لو تايب 0 يبقى المفروض انت اوريدي عارف ان الكي في ب 0 والكي اي ب 0 صح ولا غلط؟ الكي بي هي الوحيده اللي ايه؟ اللي فاينايت. هتجيبها ازاي؟ لو التايب 0 هيبقى شكل الكيرف كده، الماجنتيود هيبقى بادئ من رقم كونستنت وبعد كده ايه؟ يبتدي يكسر او يحصل له اي حاجه صح ولا غلط؟ تمام. الفاليو ده اللي انت بادئ بيه هو ده 20 لوج كي بي. تمام؟ فانت تقيس الماجنتيود هنا بادئ من كام؟ ويبقى الفاليو ده هو 20 لوج كي بي. طيب لو السيستم تايب 1 مين الفاينايت؟ الكي في بالظبط. شكل الماجنتيود هتبقى بادئ بسلوب كام؟ هتبقى بسلوب ماينس 20 زي اللي هنا، خلينا نشرحها هنا. انت بادئ بسلوب ماينس 20 بس دلوقتي دي مش معاك، هتعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هتمد الكيرف اللي في الاول الماينس 20 ده على استقامته كده، والحته اللي هيقطع فيها الزيرو دي بي تبقى دي كي في. واصله كده في مشاكل؟ اوكي. لو السيستم كان تايب 2 خلينا هنا نشرح تايب 2 وهتبقى هنا الكي ايه هي الفاينايت صح؟ انت عارف ان كي بي بانفينيتي وكي في بانفينيتي بس كي ايه هي اللي ايه؟
فاليو فاينايت. هتبقى بادئ هنا بسلوب كام في الاول خالص؟ ماينس 40 مظبوط. وبعد كده هيحصل كسره او اي حاجه. هتيجي برضو تمد الماينس 40 ده على استقامته كده لحد ما تقطع الزيرو دي بي. النقطه دي هتبقى روت كي اي مش هي كي اي. تمام كده يا جماعه لحد دلوقتي في اي مشكله؟ تمام. دي الطريقه اللي تجيب بيها ستاتيك ايرور كوفيشنتس من الدياجرام على طول. في حاجه ثانيه ممكن تطلب؟ اعتقد ان هو ده ال دي التركات اللي موجوده. في حاجه بس اخيره يعني بعيدا بقى عن البوب بلوت، في الطرق الاكزاكت اللي تحسب بيها الاوميجا بي سي والاوميجا جي سي والكلام ده الدكتور اتكلم فيها. يعني هو كان في هي في سلايد واحده هتلاقوها في ال في السلايد بتاعت الدكتور بيتكلم فيها عن الموضوع ده. يعني على سبيل المثال لو انا عندي مثلا سيستم زي ده 10 مثلا على اس 1 بلس اس 1 بلس اس مثلا على 5. الاكزاكت فيز يا جماعه بتاع دي بكام؟ لما يبقى عندي حاجات كومبلكس كده بجيب الفيز ازاي؟ بيبقى تاني انفرس الايماجينري على الريل صح؟ واي حاجه في الدينومينيتور يبقى الفيز بتاعها بالايه؟ بالماينس. دي بتديني ماينس 90 على طول. يبقى انا عندي الفيز بيساوي ماينس 90 دي ثابته وجايه لي من هنا وهيبقى ماينس تان انفرس اوميجا على 1 اللي هي دي وماينس تان انفرس اوميجا على 5. تمام كده؟ اوكي. لو هو طلب منك الاوميجا بي سي الاكزاكت لسماها هيطلبها منك لوحدها بعيدا عن البلوت هتساوي ده بماينس 180 ومفروض ان انت تحل تجيب الاوميجا بقى صح ولا غلط؟ دي دلوقتي اوميجا بي سي اوميجا بي سي. بتعمل ايه؟ اولا طبعا ال 90 دي هتخلص منها توديها هناك تظبط شكل الايكويشن. المهم ان هيبقى تان انفرس اوميجا بي سي بلس تان انفرس اوميجا بي سي على 5 الكلام ده بيساوي 90 ديجري. بعد كده بقى ازاي احل دي؟ هتاخد تاني الطرفين تاني الكلام ده بيساوي تان 90 اللي هي بكام؟ تان 90 بكام يا جماعه؟ بانفينيتي بالظبط. ما تتخضش من الانفينيتي دي. هنكتشف دلوقتي هنتصرف معاها ازاي. دلوقتي عايزين نتصرف مع تان مجموع زاويتين، فاكرين تان مجموع زاويتين بيبقى ايه؟ تان دي ماي بلس تان ثانية على ايه؟ نكتبها فوق كده تان اكس تان في تان بالظبط. تان اكس بلس واي بيساوي تان اكس بلس تان واي على 1 ماينس تان اكس تان واي. ولو كانت اكس ماينس واي البلس ده هتتقلب ماينس والماينس هتتقلب ايه؟ بلس. دلوقتي لما تيجي تعمل تطبق القانون ده هنا هيبقى ايه بقى الشكل؟ هاجي اقول تان دي بلس تان دي. تان دي كام يا جماعه؟ تان تان انفرس حاجه هيبقى ايه؟ اللي جوه بالظبط هيبقى اوميجا بي سي نفسها. بلس هنا نفس الكلام تان دي كام؟ اوميجا بي سي على 5 على 1 ماينس تان في تان اللي هي هتبقى اوميجا بي سي في اوميجا بي سي على 5. الكلام ده بيساوي كام؟ انفينيتي. وبالتالي الدينومينيتور يبقى بكام؟ بزيرو. هتاخد الدينومينيتور وتساويه بزيرو وتجيب الاوميجا بي سي. فيها صعوبه؟ تمام. شكرا يا شباب.